نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. خدنا الأول خالص التصنيف، تصنيفات التكاليف، وقلنا إيه التكاليف اللي بتتصنف صناعي وإيه اللي بتتصنف غير صناعي بتتحمل على الفقرة، وفرقنا بينهم لأن يعني دي أهم حاجة، لأنك أنت يعني كمان لما تيجي تعد تقارير أو تعمل قائمة دخل أو تعمل أي حاجة هتشوف دلوقتي إزاي بنخلي التكاليف بتاعت التصنيع دي هي اللي بتتحمل على المنتج وهي اللي بتظهر كقسط جود سولد أو تخفض بضاعة مباعة، بقية التكاليف عليها بتتحمل على فترة ملهاش علاقة حتى بالإنتاج أو البيع أو أي حاجة، مجرد ما تتصرف بتتحمل على فترة على طول وبتتخسر على طول، حتى لو الشركة ما لعبتش ولا حققت ربح بتتحسب عليها خسارة. وقلنا إن في تكاليف متغيرة وفي تكاليف ثابتة، واللي يحسب لي الحاجة دي حاجة اسمها كوست درايفر أو اللي هي النشاط اللي بيسبب حدوث التكلفة. وقلنا إن يعني كمان في مباشر وغير مباشر، والمباشر وغير مباشر دي على أساس مدى التوتر بالمنتج اللي بيتصنع، يعني لو أنا مثلا عندي منتجين أو 3 منتجات فهلاقي إن كل واحد فيهم ليه تكاليف مباشرة خاصة بيه هو، ما تتدخلش معايا المنتج تاني. ولو المنتج ده وقفته وما بدأتش أصنعه تاني بتبدأ التكاليف دي تختفي من عندي. المواد المباشرة بتاعتي ببدأ إن أنا ما أشتريهاش تاني، والأمانة المباشرة الخاصة بتصنيع المنتج ده ببدأ إن أنا خلاص ما أبدأش إن أنا أتعامل معاهم تاني، لأن خلاص ما لهمش وجود أو ما لهمش لازمة يعني. أما لو التكاليف الثابتة فحاليا إن هي أو التكاليف المتغيرة والثابتة حاليا إن الكوست درايفر ده أو أساس النشاط ده هو الأساس في إن التكاليف تتغير او تفضل ثابته ما تتاثرش بالنشاط ده. دخلنا بعد كده في ان ازاي نحسب الكوست اوف جود سولد او اللي هي تكلفه البضاعه المباعه. قلنا ان الموضوع يعني بيبدا من ايه؟ يعني احنا خدنا نبذه مختصره بسيطه كده المره اللي فاتت يعني في الاخر، قلنا ان الموضوع بيبدا ان انا اول حاجه بشتري المواد. بعد اما بشتريها يعني برضو يعني لحد الناس برضو يعني اكتشفت ان الناس عايزه تعرف حته المعادله، او ان انت مثلا تحفظ معادله معينه عشان تقدر تحل بيها حاجه او انك تحسب حاجه، يعني انا ما بفضلش حاجه زي كده، يعني حته المعادلات والحاجات دي في المحاسبه مش حلوه، يعني حته الحفظ دي مش حلوه. يعني انا افضل ان الناس تفهم انت يعني تبقى عارف انت اصلا يعني التكاليف ازاي، حاجه اسمها مدخلات وحاجه اسمها مخرجات. انا دخلت تكاليف لازم في الاخر تطلع لي على مخرجات، لازم ان انا دخلت مثلا ب 100 لازم في الاخر تطلع ب 100. المخرجات تبقى ب 100، المدخلات ب 100 بالنسبه للمخرجات ب 100. لازم تتحسب كده. في اي حاجه انا في اي مرحله من مراحل الانتاج او اي مرحله من مراحل المخزون. انا مثلا لو جيت مثلا في المخزون اول فترة اول مره اللي هو مثلا بتاع المواد، مدخلاتي ايه؟ ان انا هبدا يبقى عندي بجنن انفنتوري من ايه؟ من المخازن بتاعتي. خلاص؟ بجنن ايه؟ الماتيريال. لما اقول بجنن او اندنج معناها ان هو مخازن، ماشي؟ اتفق على كده، لما اقول بجنن او اندنج معناها ان هو انا بتكلم في مخازن دلوقتي. بجنن انا بتكلم في مخازن اول اندنج. ببدا ان انا اشتري عليه ماتيريال ثانيه. يبقى ده الايه اللي هو الجديد البرتشيسنج ماشي ماتيريال. يبقى هم دول المدخلات بتوعي. مدخلاتي ان ايه؟ البيجيننج الماتيريال اللي انا كانت موجوده عندي اول الفتره واللي هي شغاله. ايه بقى مخرجاتي؟ المخرجات بتوعي يعني دول كده لو انا مثلا قلت ان انا في مساوي يبقى ال 200 دول لازم نساوي ايه؟ مجموع ال 200 دول لازم نساوي ايه؟ الانجل اللي بيكون اللي هو المخزون النهائي اللي حصلنا معايا. ايه تاني؟ واللي انا استخدمته بقى، اللي انا استخدمته في الانتاج. خلاص اللي هو الماتيريال ايه؟ يود. خلاص دايما تحسبها كده، تحسبها مدخلات ومخرجات. دايما تحسبها بالمدخلات والمخرجات. انا ابتديت بجانب الماتيريال، اشتريت على ماتيريال تاني. لازم في الاخر مخرجات ايه بقى؟ اللي انا استخدمته واللي استنى معايا اخر الفتره. لازم الجنبين دول يتساوي وفي نفس الوقت افرض دلوقتي انا عايز الماتيريال اللي انا استخدمتها وانا عندي الثلاثه دول
يبقى انا ما احسبش مع دماغي، اقول ايه؟ اقول ان انا كان عندي قدامي قناه اتبقى عندي مخرجات اندي بنبيع ماتيريال ريلز، يعني مجموعه الاثنين دول ناقص ده يديني ماتيريال ريلز. تمام؟ خلاص مجموعه الاثنين دول لازم يساوي مجموع الاثنين دول. فانا عندي واحد مثلا عايز دلوقتي الايه؟ قال لك انا عايز دلوقتي انا عندي دي ودي وعايز النهايه، يعني اللي استنى عندي قدامي المجال بعد ما استخدمت. مثلا عندي دي 50 اللي عندي جنب اشتريت عليها 100 بقى 150، استخدمت 120 يبقى على طول المتبقى عندي كمان من الماتيريال ال 30 وهكذا. احسبها بايه؟ بالمخرجات والمخرجات دايما. مخرجات قد كده يديني مخرجات قد كده. طيب هنخش في حاجه ثانيه بعد كده اللي هي ايه؟ اللي هي ازاي ان انا احسب تكلفه البضاعه اطلاع اللي هو الكوست جود مانيفاكتشر. تكلفه البضاعه اللي اتصنعت مش اتباعت. طب اعمل ايه؟ اول حاجه من عندي الماتيريال اللي انا استخدمتها اللي هي جايه من هنا طبعا، ماشي، بلس الليبر اللي هي تكلفه العماله اللي انا دفعت لهم فلوس علشان يصنعوا لي المواد ديت اللي هم المباشرين طبعا دايركت ليبر، بلس ايه؟ اللي هي تكاليف الصناعه دي المباشر اللي هي مالهاش علاقه بالايه؟ بالمنتج، اللي هي زي ما قلنا انها بتتعمل لها حاجه كل المنتجات، لو انا عندي اكثر من منتج التكاليف الصناعيه دي تكاليف مشتركه لكل المنتجات، فدي اللي هي ايه؟ اللي سميناها ايه؟ اوفر هيد. خلاص؟ ثلاثة دول هم مجموعة تكاليف الايه؟ اللي انا ابتديت اصنعته، يعني التكاليف الصناعيه مجموعهم كده اسمها تكاليف صناعيه. خلاص انا عملنا سهم كده ووصفناهم دول كده اسمهم تكاليف صناعيه. دي تكاليف الصناعيه بتاعت الفتره، المواد اللي انا استخدمتها في الانتاج والعماله المباشره اللي انا دفعت لهم رواتب علشان يصنعوا لي المنتج دوت، والتكاليف الصناعيه غير المباشره كهرباء وميه وايجار والكلام ده كله. اللي طبعا في منها متغير في منها ثابت زي ما قلنا، دول كلهم على بعض اسمهم المانيفاكشر كوست. خلاص؟ وهم دول مدخلاتي. هم لوحدهم لا، معاهم كمان معاهم حاجه اسمها البيجيننج بقى ايه بتاع الوركينج بروسيس. اللي هو البضاعه اللي انا اتبقت معايا من الفتره اللي فاتت، من الفتره اللي فاتت كان في بضاعه اتبقت معايا مكشوفه اتصنعت، يعني مثلا كان منتجات مثلا يعني صنعت منها جزء والجزء الثاني لسه هو اللي خلصت معايا وخلصت، فاستنى معايا كاين ورك بروسيس الجندول مخزون ايه؟ بضاعه تحت التشغيل. في الفتره الجديده اللي انا شغال فيها هيبقى الجندول، هيبقى معايا بدايه الفتره. خلاص؟ هيبقى معايا بدايه الفتره. ف هدخله معايا مع التكلفه الصناعيه، يعني اكيد التكلفه الصناعيه دي اول حاجه هتبدا تصنع تحت التشغيل اول المده اللي كان جايه معايا من الفتره اللي فاتت اللي هي البضاعه اللي ما كانتش اتكملت، علشان تخليها تنتج لي ايه؟ يعني مخرجاتها هتكون ايه بقى في الاخر؟ مخرجاتي هتكون يا اما بضاعه تتصنع ثانيه اتصنعت، يا اما ايه؟ يا اما بضاعه ثانيه برضه هتستنى معايا ما خلصتش. يعني المخرجات بتاعتي يا اما خلاص بضاعه اكيد اتصنعت، ماشي، اللي انا بسميها كوست جود مانيفاكتشرنج، يا اما يستنى معايا حاجات برضه ثانيه ما تكونش لسه خلصت، زي اللي هي بدون ان يورك اللي اشتغلت معايا الفتره دي كانت السنه اللي فاتت كانت اندي اللي هي الاندي دي، هي دي المخرجات. يبقى انا كان عندي ماتيريال استخدمتها، يعني بشره اشتغلت على الماتيريال دي واوفر هيد، وكمان بضاعه كانت متبقيه معايا من الفتره اللي فاتت ما كانتش خلصت، ما كانتش لسه اكتملت، بضاعه غير مكتمله. خلاص؟ بتحمل تكلفه. في الاخر بقى الثلاثه دول الاربعه دول كلهم هيخشوا التشغيل عشان يطلع لي ايه؟ عشان يطلع لي البضاعه اتصنعت بالكامل وخلصت، خلصت تصنيعها خلاص اللي هي كوست الجيب مانيفاكتشرنج، مع الايه؟ مع الام الورك بروسيس اللي هو اللي هي البضاعه برضه اللي استنت معايا الفتره ديت من غير ما تخلص، من غير ما تكتمل. اللي هي هتبقى الفتره اللي جايه بجنب، يعني دي
لان الوقت المستشفى ده الغير هتبقى الدنيا خلاص نفس الكلام كل ما بيجي اخر فتره بيبقى فتره من بعديها بالدنيا بيبقى الدنيا هو نهايه الفتره ده الفتره دي لكن الفتره اللي بعد كده الدنيا فانا برضه نفس الكلام لو قال لك ايه هي البوست جديد ما نفكرش يبقى انت عندك ايه زي المثال اللي احنا خدناه في الجروب كان عندي ايه؟ كان عندي ماتيريال استخدمتها وعندي دايركت ليفر وعندي اوفر هيد وعندي الجيم ورك بروسيس ما كانش هو ده ما كانش موجود هو ده اللي كان المطلوب لو حد يفتكر يعني ده اللي كان مطلوب عملت انا ايه؟ خدت الاثنين دول اللي هم ايه المخرجات بتاعتي اللي هي كوست جيد مانيفاكشرنج والام ورك بروسيس دول المخرجات دول اللي نقل عندي خلاص طرحت منهم الموجود عندي في المدخلات اللي هو الماتيريال اللي دايركت ليفر واوفر هيد يجيب بلوم ورك بروسيس اللي هو ايه؟ اللي هي تكلفه البضاعه المباشره تكلفه البضاعه الايه؟ تكلفه الانتاج تحت تشغيل او المنتج فانت دايما تحسبها كده ما تحسبهاش ب لا دي تكاليف فتره سيبك من الناس الكوست دي تكاليف فتره مش ما تخشش في الانتاج خالص لان دي تكاليف غير صناعيه تكاليف غير صناعيه دي بقى تتحمل على الفتره هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي هناخد النهارده مثال ان شاء الله ونعمل برضه تطبيق عملي على الموضوع ده يبقى الثلاثه دول بس عشان برضه محدش يتلخبط ويذاكر مش الثلاثة بقى يعني الثلاثة دول كده هم دول التقاليد الصناعية بتاعتي بشكل مباشر هم دول اللي كده بينزلوا خلاص يبقى كده بس شكرا عشان نبان ونقول دي التقاليد الصناعية بتاعت الفقرة ده دي بس دول بس التقاليد الصناعية بتاعت الفقرة مش أكتر من كده أما الباقي فده بقى اللي كان مستني معايا اخر الفترة فاشتغلت عليه، اشتغلت عليه عشان اصنعه. خلاص اللي كان مستني معايا اخر الفترة الفترة اللي فاتت الورك بروسيس دول ابتدوا يصنعوه الاول. ماشي؟ بعد كده ابتدينا نصنع حاجة تانية. فنتج عني ايه؟ نتج عني تكلفة بضاعة صنعت فعلا وايه؟ واتبقى انا غزير اخر مدة تاني ما تصنعش اللي هو الام الورك بروسيس ده اتبقى معايا الفترة الحالية. هي دي الايه التركيبه بتاعتي نيجي بعد كده الايه الاخر هو ما بيجي الايه البيع بقى كوست جديد لما تاخد جديد هبدا ايه يا اما ابيعها يا اما تستنى عندي في المخازن لو استنت عندي في المخازن اللي هو ايه يبقى هي الاصل يظهر في الميزانيه العموميه خلاص ليه؟ اصل طبعا متداول لانه هيتباع اما لو بعتها فبتتحول لتكلفه تتحول تكلفه الكوست الجديد ايه؟ كوست الجديد سوق اللي هي تكلفه البضاعه المباعه. حد بقى اعمل ايه تاني؟ حد اعمل اللي هو بقى الكوست الجديد اللي فاتت دي هاخدها خلاص اجمع عليها ايه؟ اجمع عليها المخزون اللي عندي في ال لازم البدون اللي هي فيه جديد بقى المرة دي بقى مخزون أول المدة من البضاعة المكتملة البضاعة اللي هي المنتهية اللي هي خلاص خلصت اكتمل تصنيعها دي هدخلها على خط الفازل فدي بقى مدخلاتي هي دي ايه؟ إجمالي البضاعة الايه؟ بيسميها ايه؟ إجمالي البضاعة المتاحة للبيع الكوست جديد مانيفاكشن بعد ما بيجيلي الكوست جديد الاثنين ايه؟ متاحين للبيع دلوقتي خلاص ده هم دلوقتي اللي انا يعني ممكن ابيع منها هينتج مخرجات ايه بقى؟ المخرجات بتاعتي هينتج يا اما ابيع فعلا يا اما ما ابيعش لو بعت كله يبقى كله كوست اوف جود سولد طب لو بعت جزء وجزء سبته يبقى اللي هيتسبب ايه؟ اللي فلوس جودز اللي هو البضاعه اخر البضاعه المحتمله اخر المده خلاص يبقى المقارنة بتاعتي ايه؟ البضاعة اللي انا صنعتها مع اللي انا كان موجود معايا اخر المدة السنة اللي فاتت او الفترة اللي فاتت بقى دلوقتي اول المدة اللي هي البضاعة المكتملة اللي انا ما بعتهاش الفترة اللي فاتت ما الفترة اللي فاتت ما بعتهاش فهي الفترة دي ايه؟ هتبقى معايا اول المدة ممكن ابيع منها هينتج مخرجات ايه؟ يا اما بيع يا اما اخليها في المدة يا اما اخليها في ايه؟ نهاية المدة عادي ما تتباعش فانا دلوقتي عندي واحده منهم يعني مثلا ايه دلوقتي لو قال لك ان تكلفه البضاعه مثلا ب 50000
وكان عندك بقى عامل المده بكام؟ ب 20. البنين قد ايه؟ 70. يبقى المجموع الاثنين دول لازم يطلع 70 ضرب، ما ينفعش يطلع ايه؟ يطلع مثلا 65 او 60. يبقى لازم المجموع يعني اجمالي تكلفه البضاعه المباعه مثلا 60، يبقى المجموع يجي ب 10 او 50 و20 برضه. خلاص؟ فما يعني ما تحاولش ان انت تحسب حاجه بعد كده بالايه؟ بالمعادلات. حاول ان انت تفهم علشان تتعلم، لانك انت ممكن تنسى المعادله دي. خلاص؟ هي الفكره كلها مدخلات ومخرجات زي ما احنا شايفين كده. اول حاجه تاني عشان الناس لسه داخله، ابتدينا بمدين الماتيريال. طبعا انا بتكلم على مدين العلم، يعني بتكلم على ايه؟ يعني بتكلم على على مخزون على خطوط. بدين الماتيريال يعني بدين الماتيريال انفنتوري، يعني مخزون مواد خام اول المده، اشتريت عليها مواد ثانيه. بقى ده اجمالي الماتيريال المتاح بالنسبه لي عشان استخدمه. استخدمت جزء، والجزء اللي ما استخدمتوش هيبقى عندي مخزون نهايه مده. عند المكان اللي انتوا. عليكم السلام ورحمه الله. اللي انا استخدمته بقى مع الليبر اللي انا دفعت لهم رواتب اللي هم دايركت ليبر مع الاوفر هيد في صناعه غير مباشره، دي اجمالي تكاليف صناعيه اسمها مانفاكشن كوست، اجمالي التكاليف اللي انا ايه خلال المده. خلاص؟ اجمالي التكاليف اللي انا صنعتها اخر المره، اجمالي التكاليف الصناعيه اللي انا صرفتها خلال المده. مع ان انا تكلفة الصناعه غير طبعا المخزون الاول للمده من المنتج تحت التشغيل، هو ده اجمالي التكاليف اللي حصلتها خلال المده. التكاليف الصناعيه اللي انا صرفتها من المخزون الاول للمده اللي انا كنت كان ده عندي من الفتره اللي فاتت وحد اصنعه الفتره دي. حاولت اجيب بقى مخرجاتي يا اما اصنع فعلا كوست فيكشن خلاص البضاعه فعلا اتصنعت، يا اما يتبقى عندي مخزون نهايه مده يستنى معايا ايه؟ ما يكونش لسه خالص، ما يكونش خلاص بقى هاخد بقى التكاليف اللي انا البضاعه اللي انا صنعتها فعلا اللي هي كوست جودز مانيفاكشن، وهبدا ايه ادخلها على المخزون اول المده من البضاعه اللي كانت من الفتره اللي فاتت. البضاعه المكتمله كوست جودز يعني بضاعه مكتمله مصنعه، هي دي مدخلاتي الاثنين مع بعض. الكوست جودز مانيفاكشن اللي عندنا الاثنين دول اسمهم ايه؟ الافيلابل فور سيل، اللي هي البضاعه المتاحه للايه؟ للبيع. ينتج مخرجات ايه بقى؟ يا اما بيع كوست اوف جودز، يا اما يستنوا عندي كايه؟ كمخزون نهايه مده منين يتباع مكتمل، يتباع من ايه؟ منتهي. هنبدا بقى نقرا الماتيريال بتاعت الحته ديت. خلاص؟ وبعد كده ايه؟ نخش في حاجه بقى جديده ان شاء الله. لحد الان كل ده احنا قلناه قبل كده. تكاليف الايام جت على طبعا الماجوريال كوست دي او المارجنال كوست دي اللي هي ايه التكاليف الحديه دي تكاليف هناخدها بالتفصيل قدام، بس يعني دلوقتي انتوا تعرفوا ان ايه الانفنتوري ده اللي هو مخزون يا استاذ عثمان. تعرفوا دلوقتي ان التكاليف دي المارجن الدوريه لانتاج واحده يعني ايه؟ مارجنال كوست تاني اللي كانت عندها مشكله فيها هناخدها بالتفصيل، بس هقول لكم بس لو احنا مثلا بنتكلم على ايه؟ على بنقول مثلا 50 واحده، 50 واحده دول بيكلفوني 100 جنيه، يعني الواحده ب 2 جنيه. انا دلوقتي لو انا انتجت واحده زياده 101، الوحده الواحده الزياده دي هتزود لي التكلفه قد ايه؟ هنا دي المارجنال كوست، يعني التكلفه الحديه، يعني التكلفه اللازمه لانتاج واحده اضافيه عن الانتاج اللي انا انتجته. لو انا بنتج 100، ال 100 دول ال 50 واحده، ال 50 واحده دول تكلفتهم 100، لو انا انتجت 101 الواحده الزياده دي بقى تكلفتها قد ايه؟ هتخلي التوتال كوست بتاعتي قد ايه؟ هتبقى مثلا 105 ولا هتبقى 102 ولا هتبقى 103 ولا هتبقى 104؟ الفرق ده الزياده ده المارجنال كوست، هو ده المارجنال كوست، وهناخدها بالتفصيل ان شاء الله. لا هي مش تكلفه متغيره، هي تكلفه كليه. هي تكلفه كليه. يعني اجمالي التكاليف اللازمه لانتاج واحد اضافيه. انا دلوقتي لا زي ما قلت لك اهو 50 واحده مكلفين 100، كل واحده ب 200. هل ده المنتج 101 لو قصدي لو 51 واحده؟ ايوه بالظبط كده، كل ما زاد الانتاج او قل
مش شرط زاد، كل ما زاد او قل التكلفه حقها دي هتتغير معايا، لان في تكاليف ثابته، لان التكاليف الثابته دي بتتغير مع تغير الانتاج، بتتغير للوحده طبعا، احنا بنتكلم على الوحده الاضافيه، طالما بنتكلم على الوحده الاضافيه يبقى التكلفه الثابته هتبقى لها دور بقى. كل ما انتج زياده كل ما التكلفه الثابته تقل، فبالتالي التكلفه الحديه دي او المارجن الكوست دي هتلاقي ايه؟ هتلاقيها تتغير. لغايه ما نوصل لايه؟ يعني انا بعملها ليه بقى المارجن الكوست دي؟ انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، بس يعني انا بعملها علشان اعرف ايه اقصى حد ممكن انتجه؟ ايه اقصى حد ممكن، اقصى حاجه ممكن تحقق لي ربح؟ لان بعدين لو انتجت هلاقي ان التكلفه الحديه دي زادت، فتوقف بقى علشان هلاقي ربح هيقل. يعني انا بعملها عشان ايه؟ عشان كل ما الاقي مثلا كل ما ازود انتاجي التكلفه الحديه هتقل، فده كويس، يبقى كده هحقق ربح عالي. هوصل لنقطه، النقطه دي هلاقي فيها ان انا لو انتجت اكتر من كده التكلفه بتاعتي هتزيد، فبقى اوقف بقى. فانا هم عاملينها عشان كده، يعني عمليه تحليل، بحلل ليها انا هنتج قد ايه؟ ممكن انتج لغايه فين؟ قدام شهر تفاصيل. الانجنيرنج كوست برضه اللي هي التكلفه الهندسيه زي ما قلنا، اللي هي ايه؟ اللي هي مصطلح، هي هي مفيش حاجه هتجي لك تقول لك ايه هي الانجنيرنج كوست، بس هو مصطلح كده بيتقال على ايه؟ ايه هي يعني التكاليف اللازمه لانجاز الوحده بصوره هندسيه، يعني بصوره ماديه. يعني اقول لك ايه؟ اقول لك الوحده دي والله هتعوزها قد ايه؟ مثلا لو انت بتصنع واحده محتاجه نوعين من المواد خام مثلا، فكل واحده خام، فكل نوع من المواد الخام هيحتاج قد ايه؟ مثلا لو انا بصنع مثلا زي ملابس، التيشيرت اللي هيعوزها قد ايه قماش؟ وهيعوز مثلا قد ايه زراير؟ وهيعوز قد ايه؟ يبقى انا هنا بعمل هندسه، يعني بهندس، يعني بعرف الوحده الواحده هتعوزها قد ايه من المواد؟ هتعوزها قد ايه من العماله؟ ليها علاقه ماديه بالاكتيفيتيز بالنشاط. فانا هنا يعني ايه بيقول لك ان غالبا بتبقى دايركت ماتيريال بتبقى انجينيرنج كوست. ليه دايركت ماتيريال؟ زي ما قلنا الواحده الواحده مثلا من الانتاج هتاخدها دول من الماتيريال، هتاخد مثلا واحده ثلاث وحدات من الماتيريال. طب هيتبقى معايا قد ايه؟ طب هصنعها بعدد ساعات قد ايه؟ هي دي تمام؟ هي دي الانجنيرنج، يعني التكاليف الهندسيه اللازمه للانتاج لوحده، من ناحيه ماتيريال، من ناحيه اوبر، من ناحيه كل حاجه. اما بقى الامبيوت كوست او اللي هي التكاليف، تمام الاول يا استاذ سلام ولا لا؟ فهمت الحته دي ولا لا؟ هو مصطلح، يعني هو ما فيش حاجه في القوائم هتنقل كوست، عشان تبقى فاهمه بس. يعني هو مصطلح بيفهمك ازاي انت هندسي التكاليف بتاعتك للوحده. يعني ازاي تبدأ تحسبيها من الناحيه الهندسيه. لكن مفيش حاجه في القوائم هتبقى اسمها انجينير كوست، ده مصطلح بس عشان تفهم التكاليف مش اكتر. اما الانبوت كوستس اللي هي التكاليف الدنيويه اللي احنا قلنا عليها دي، اللي هي ايه؟ او اللي هي بيقول عليها برضه البليسيت كوست، او التكاليف اللي هي جدا بليسيت اللي بتنصح. دي التكاليف زي ما قلنا ان هي ما فيهاش صرف، ما فيهاش كاش، ما فيهاش كاش اوت فلو، ما فيهاش نقد خارج او حاجه. رخصه انا بتكلم لكن ما بخسرش حاجه. وضربت لكم مثال على الحكايه دي، ان ايه؟ لو انا مثلا كان مثلا عندي في المخزن 50 وحده ولقيت عميل جاي يقول انا عايز 100، هعمل ايه بقى؟ هبيع له 50. لا تكلفه الفرصه دي كده زي نوع منها، يعني مش شرط انها تكون تكلفه الفرصه دي، هي برضه هي تكلفه ضمنيه، لكن التكلفه الضمنيه بتشمل حاجات كتير من ضمنها الفرصه البديله، لكن مش هي الفرصه البديله. واخد بالك؟ يعني ممكن تكون حاجات كتير من تكلفه الفرصه البديله اللي هي الاوبورتيونتي كوست. يعني اللي مرتبط جزء من البيت كله تمام؟ هي ايه زي ما قلنا ان هي تكاليف ضمنيه، يعني تكاليف ما بترتبش عليها اي خساره ماديه، يعني من ناحيه الكاش. لكن زي ما قلنا ان انا مثلا لو عندي واحده في المكس، يبقى العميل قال انا عايز 100 واحده، هقول له ايه؟ هقول له انا ما عنديش غير 50. تحطهم في حق ال 50 التانيين بقى اللي انا كنت بطلب اكسبهم ما كسبتهمش، المكسب اللي راح عليا ده اللي المكسب اللي انا خسرته ده خساره وخسر، بس ما دفعتش فلوس، بس خساره دي ايه؟ دي كمان ما كانش عندي بضاعه كافيه. اه لا نتيجه كمان ما عنديش بضاعه كافيه، دي خساره بالنسبه لي. وغلطت على حاجات كتير، اشوف بقى اي حاجه ممكن تخسرها، اي لا هي خساره حقيقيه بس ما فيهاش فلوس،
هي خسارة حقيقية. انت لو كان عندك 100 واحدة كان زمانك كسبت ال 50 ازاي يا دول؟ لكن كونك ان انت لظروف ما بقى دي غلطتك، غلطتك ان انت ما انتش مقدر ان في طلب عليك. ده مش بس انك خسرت ال 50، ده انت كمان ممكن تخسر العميل نفسه، خسرت العميل نفسه من الكوست، يعني العميل نفسه ممكن العميل نفسه ممكن بعد كده ما يشتري تاني نتيجة ان انت ما وفرتلوش البضاعة الكافية. يعني هو الموضوع مش بس ان احنا ان انا خلاص الموضوع كده عدى وخلاص، لا هي خسارة، خسارة حصلت بس خسارة ما فيهاش فلوس، انا ما دفعتش فلوس من دول، بس هي دي الفكرة. فزي ما قلنا هي مرتبطة بالديسيشن ميكنج بروسيس. بص تستخدم في عمليات اتخاذ القرار، يعني انا لازم لما اتخذ القرار اعرف ايه اللي ممكن اخسره نتيجة قراري ده. لو انا مثلا عندي منتجين هي غير مثبتة دكتوريا طبعا، لكن مثبتة تحليلية. لا 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 ما تدركش في القوام خالص، ولا لها علاقة بالقوام. هتكتب في القايمة ايه؟ هتكتب في القايمة الصوت تمام يا جماعة ولا ايه؟ طيب يا استاذ محمد سعيد ما تبطرناش بقى. انت هتكتب في القوام بتاعتك، يعني هتكتب في القوام بتاعتك والله انا جاي كله ما بقتلوش، مش هتكتب حاجة في القوام. لكن انت عارف ان انت خسرت، انت عارف ان انت في ربح راح منك. تحليل بالظبط كده، هي تحليل مش اكتر من كده. الامور التحليليه في التكاليف اكتر من الامور الفعليه على فكره. يعني الاناليسيس الانترنال اناليسيس ده او التحليل الداخلي ده هتلاقيه هو حاجات كتير قوي بنعملها ومش في القوائم ولا بتتحط في التقارير، لكن بناخد دي، لكن بنتخذ قرار عشانها. يعني انا بعد كده لما اجي الاقي بقى ان انا كان في بضاعه كانت طلبت مني وما كنتش موفر لها بضاعه، القرار الجديد اللي هاخده هقول ايه؟ والله يا جماعه زود الانتاج شويه. زود الانتاج شويه ليه؟ عشان اتنازل من العرض. زود الانتاج شويه، ما ينفعش الانتاج اللي انتوا القليل ده، حاولوا انكم تزودوه. هاخد قرار بناء على الخساره اللي حصلت لي دي. هبدا اخد قرار بقى. تمام؟ هذه الفكره بتستخدم في اتخاذ القرار. وانا لما باجي اخد اي قرار كمان باخد في اعتبار ايه اللي هخسره من القرار ده. يعني انا خدت قرار مثلا قلت ايه والله انا عايز ابني مخزن تاني. فالمخزن التاني ده ايه اللي هيعمله لي بقى المخزن ده؟ ممكن مثلا الاقي ان انا حطيت فيه بضاعه كتير قوي وكنت المفروض ان انا يعني لقيت انها يعني بيحصل لها دوران على فترات بعيده، يعني بدل ما بتتباع على طول لا بتتباع على فترات بعيده. فهل بقى القرار دوت ممكن يوصل عليا ان انا كنت ممكن الكاش بتاعي ده انا بنيت بيه المخزن اللي حطيت فيه البضاعه ده كنت ممكن استثمره في حاجه ثانيه افضل تحقق عائد اعلى؟ فالعائد اللي خسرته ده لازم اخده في الاعتبار، او العائد اللي هيترتب على قراري لازم اخده في الاعتبار خساره او عائد. فالقرارات بتعتمد قوي على المبنيات البسيطه دي. زي ما قلنا المثال ده بيقول لك ان ايه؟ وانت مثلا جاي خدت قرض بفايده معينه ماشي، فانت كده ممكن يبقى فلوسك دي ممكن تستثمرها في حته ثانيه وكانت تجيب لك عائد اعلى من الفايده اللي انت ايه استثمرت فيها. فالعائد اللي انت خسرته يعني هو بس يديك فكره عن الاوبرتيونتي كوست، هو تكلفه الفرصه البديله، ان انت يبقى عندك فرصتين، فرصه احسن من فرصه. الفرصه الافضل اللي بتحققها بالنسبه لك خساره انك انت مثلا عندك عائدين، واحد 10% وواحد 12%. ال 12% ده انت خسرته كده لانك انت استثمرت في 10%. لو استثمرت في 12% ده كويس. بص اهو ات دازنت اكزيست، يعني مش موجود، مش موجوده في الدفاتر، لكنها نسيسري فور ايه؟ فور ديسيشن ميكنج بروسس، مهمه في اتخاذ القرار. خلاص احنا خدنا الكلام ده اللي فاتت ده، فاهمين مش عايزين نقول تاني. عايزين نخش على طول في الجزئيه اللي احنا عايزين نقول تاني فيها دلوقتي. نزود شويه كده. ايوه بالظبط كده. الكوست اوف جود سولد والكوست اوف جود مانيفاكتشر، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها بقى. لو قلنا كوست اوف بروديوسنج الكوست اوف جود مانيفاكتشرنج الاول اللي هي تكلفه البضاعه المصنعه، تكلفه البضاعه المنتجه. خلاص هي كوست اوف بروديوسنج الايتم ريبريزنت ذا كومبليت كوست اوف برودكشن، كل التكلفه الانتاجيه، كل التكاليف الانتاجيه بتاعتي بتتحمل على تكلفه الايه؟ الانتاج، بتتحمل على البضاعه اللي انا انتجتها. لا مفيش متاحه للانتاج دلوقتي، انت ايه اللي دخلك في متاحه للانتاج؟ يا استاذ احمد ده انت حلو حتى اذا كان ما لازمت كالكوليت كوست اوف بروجكت كوركتلي، لو ما حصلتش تكلفه الانتاج صح، ذا برايز
ذا تكون شار الكورنر بروجكت لازم تكون كورنر. قال وي نيد تو اوفر لود سيلز، بمعنى كده ان انت ما حسبتش تكلفتك صح، بمعنى كده ان انت سعرك مش هيكون مظبوط، وبالتالي هيؤدي الى انك ايه الى مبيعاتك قليله. مثلا حسبت تكلفه اقل من اللازم وهي مش هي التكلفه الفعليه بتاعتك، وبالتالي انت هتسعر سعر ازيد من اللازم، وطالما هو سعر ازيد من اللازم يبقى يعني المبيعات بتاعتك في السوق هتبقى قليله. اما بقى لو البرايس از تو هاي يبقى البرايس هيبقى هاي يعني عاد عالي قوي، يبقى بعد كده هيبقى فيه لو بروفيتس، هيبقى فيه ارباح قليله. if the price is too low يبقى معنى كده ان المقصود بالكلام انت لو انت تكلفتك ما كانتش مظبوطه يبقى يا سعرك يبقى عالي قوي وبالتالي مبيعاتك تبقى قليله، يا اما سعرك يبقى واطي قوي وبالتالي ارباحك تبقى قليله. no profits if the price is too low، كل ما كان سعرك قليل معنى كده انت ايه حددت سعر اقل من اللازم، يا اما انت حددت تكاليف اقل من اللازم اللي بتطلع ارباحك هتبقى قليله، لان التكلفه الفعليه هتبقى زياده عن التكلفه اللي انت ايه اللي انت حددتها من المنتج. الديشنال دي بقى اتس ايه اتس ذا برودكشن كوست ذات ويل بي انكلود ان ذا بالانس شيت از ذا فاليو اوف ذا بروجكت وينز ايتم از كومبليت، يبقى معنى كده كل البضاعه اللي بتصنعها بتتحول من ايه من بالانس شيت كايه كتكلفه مخزون. طالما انت ما بعتهاش كل المتاحه للبيع المصنعه زي المخزون او للمده من البضاعه التامه مظبوط. خلاص ما تشتتناش بقى يا جماعه، خلينا نتكلم في ان احنا نحول التحميص دلوقتي ما بقاش خالص المتاحه للبيع. خلاص الاول ما المنتج يكتمل كل التكاليف التصنيعيه بتاعته بتتحمل عليه، وبالتالي بيظهر في المزرعه العموميه كايه؟ كتكلفه مخزون. اول ما ينفع التكلفه دي تتحول لايه؟ الاكسبنس الكوست اوف جود سيل بتروح على قيمه الدخل على طول، تنتقل من الميزانيه لقيمه الدخل. وينز ايتم السولد اهو، ذيس كوست ويل بي ترانسفيرد تو انكم ستيتمنت از كوست اوف جود سيل. بتتحول على طول لقيمه الدخل كتكلفه بضاعه معاه. اما بقى التكاليف اللي مالهاش علاقه بالانتاج اللي هي ارنت برودكشن كوستس، هي دي الكوست تكلفه فتره بتتحمل على فتره على طول. بدون نظر للبيع والانتاج ولا اي حاجه، اول ما تتصرف يعني مثلا خلال الشهر صرفت تكاليف بيعيه واداريه وتسويقيه والكلام ده كله ايه بتحط في قائمه الدخل بتاعت الشهر ده بصرف النظر عن اي حاجه ثانيه. عايز يراد هنا الاكسبنسيف از الكير، اول ما بتتصرف الكير دي يعني بتتصرف، اول ما بيتم انفاقها بتتحول لاكسبنس على المصاريف. جنرال اكسبنسيف از الكير، اول ما بتتصرف اول ما يتم انفاقها بتتحول لاكسبنس على طول. زي ايه؟ زي ما قلنا كورت سامبل كارينج كوست اللي هي تكاليف التخزين، زي ما قلنا تكاليف المخازن، جنرال اند ادمنستريتف كوست اللي هي التكاليف العموميه وهكذا. ازاي بحسبها بقى؟ ازاي بحسب الكوست اوف جود سولد اللي هي تكلفه البضاعه المباعه؟ زي ما قلنا بتتحسب ازاي بقى؟ بدون الفينش جود انفنتوري اللي هو تكلفه المخزون التام. فينش يعني ايه؟ يعني منتهي يعني مصنع. بدون الفينش جود انفنتوري تكلفه البضاعه او قصدي مخزون اول المده من البضاعه التامه زائد الايه؟ يا اما بقى بريتشيز. بص هو انا كاتب لك بريتشيز ليه؟ عشان انت شركه تجاريه. لو شركه تجاريه يبقى عندك مشترياتك على طول اول ما بتشتريها بتروح تبيعها تاني ايه؟ من غير تصنيع ولا اي حاجه. فمشترياتك زائد مخزون اول المده بتاعك ده يمثل ايه؟ البضاعه المتاحه للبيع. لكن لو انت بقى اشتريت صناعه يبقى تكلفه البضاعه المصنعه هي اللي هتبقى مكان الايه؟ المشتريات. يعني بدل ما تشتري هتصنع. الشركات التجاريه بتشتري وتبيع على طول. طبعا الكلام دوت هو مدخلات، مدخلات ايه بقى؟ اللي قلنا كل جديد اللي بتجيبها تكلفه المخزون نهايه المده مع تكلفه البضاعه المباعه. لولا بقى ان الفورمولا دي ايه؟ سمبليفيكيشنز اوف وات ايه؟ يعني بصوره بسيطه يعني توضح اللي بيحصل في الريالتي. خلاص؟ ازاي اسيوم ذا اول اوف يونتس وير از ا سولد ديورنج ذا بيريد او ستيل ايه اند ذا ميتين. تمام بيوضح لك ان في الحقيقه يا اما البضاعه اللي انت متاحه للبيع يا اما تبيعها يا اما تستنى عندك في المخزون ده كمان. ماشي؟ هو انا بقى عايز اقول لك ان ايه؟ ان ممكن البضاعه ممكن تتلف منك او ممكن تتسرق او ممكن تتعمل، فمش شرط ان انت ما يعني ممكن ما يضاف عليها حاجات.
يعني ممكن ينضاف عليها ايه؟ ممكن ينضاف عليها ان الخلايا دي ينتج عنها مخزونات مدر وبضاعة مباعة وبضاعة تالفة وبضاعة مسروقة وبضاعة مكسرة وحاجات كتيرة أوي. إزاي بقى بصنع تكلفة البضاعة المصنعة؟ بحسبها إزاي بقى؟ هو بيقول لك الكوست اوف جود من 5 مليون بيزيد ذا كوست اوف فيرس كومبليتد، التكلفة المكتملة، تكلفة الحاجات المكتملة. أو الترانسفير داون من المحولة للبروسيس للإنتاج تحت التشغيل. بيقول زي ده. الكوست اوف جود مانيفاكشن دازنت انكلود ذا كوست اوف ورك ذات ذات اول يونتس ذات ويرن تكلم ويرن ذا بيرن. يبقى البضاعه اللي ما خلصتش اللي هي الام الورك بروسيس اللي احنا قلنا عنها. الام الورك بروسيس ده ما بيخشش ضمن الكوست اوف جود سؤال جود مانيفاكشن. لازم المخرجات بتاعتي تبقى تكلفه البضاعه تم تصنيعها ومخزون نهايه مده من الانتاج تحت التشغيل. الانتاج تحت التشغيل ما بيخشش معاها. اتحسب ازاي بقى زي ما قلنا؟ الدايركت ماتيريال يوز اللي احنا المواد اللي انا استخدمتها زي الدايركت ليبر يوز العماله اللي انا استخدمتها والمانفكشر اوفر هيد والله ده هنتكلم فيها بعدين لا تكلفه الصناعيه غير المباشره كل دول زي ما قلنا هم المانفكشر كوست يعني التكاليف الصناعيه اللي اتصرفت ان كير يوز كل التكاليف اللي اتصرفت خلال فتره هي دي الثلاثه دول زي اللي بيقولوا ورك بروسيس انفنتوري هي الاجمالي والخامات اللي هو ايه؟ انتاج تحت التشغيل او الفتره اللي كنت ايه؟ ناتج عندي او اللي كان يعني ظهر عندي في نهايه الفتره اللي فاتت. نهايه الفتره اللي فاتت كان دول ايه؟ كانوا دول لسه ما خلصوش. بدايه الفتره دي حبدا ايه؟ حبدا انتجهم بقى، حبدا اشتغل عليهم من الاول. دي مدخلات ومخرجات هتبقى ايه؟ يبقى يا اما تتصنع كنت تجيب من الفتره يا اما يستنى عندي تقديم نهايه المده نهايه ايه؟ انتاج تحت التشغيل. اللي هو ان الورك بروسيس انفنتوري. اما بقى دارت كده اليوز بتتحسب ازاي؟ بتتحسب عن طريق الميجن انفنتوري من المواد زي اللي انا اشتريته خلاص ده الايه المخرجات الايه؟ اللي هيستنى عندي ما دخلوش الانتاج يلي هدخله الانتاج. يبقى دارت كده اليوز هو ميجن انفنتوري ماتيريال بريتشيز ناقص ان الانفنتوري. خلاص حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كوست اوف جود سولد بيتهيأ في البضاعه المباعه اللي اتباعت. اما الكوست اوف جود مانيفاكشر دي تبقى بضاعه تم انتاجها مش شرط ان تم انتاجه اتباع. انت الاثنين سوا بعض. حد يقول لي انت الاثنين سوا بعض. ايوه لو بعت كل البضاعه الله يفتح عليك وما كانش عندي مخزون اول مده. بعت كل البضاعه وفي نفس الوقت ما كانش عندي مخزون اول مده. لان لو كان عندي مخزون اول المده وبعت كل البضاعه يبقى هيتباع معاها يبقى معنى كده ان الكوست اوف جود سولد هتبقى ازيد. يعني انا كده ان انا بعت ازيد من اللي ايه من اللي انا انتجته لان كان في بقى اول مده بعتها معايا. لكن لو ما كانش عندي مخزون اول مده ولا اخر مده وكل اللي انا انتجته بعته يبقى الاثنين هيبقوا قد بعض. ايوه تكلفه واحده طبعا. طبعا تكلفه واحده تكلفه الوحده واحده انما مش شرط يساووا بعض. مش شرط ان هم يساووا بعض انما تكلفه الوحده واحده. ايوه واحده طبعا. المتباع وهنشوف مثال دلوقتي رقمي عشان الفكره تثبت عند الناس كلها. يعني مثال رقمي هيبقى افضل طبعا بكتير. هناخد مثال رقمي دلوقتي برضه بكيوب عشان الناس تبقى برضه فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. خلاص نفتح بس صفحه جديده. هنفترض دلوقتي ان احنا ايه شركه بتصنع زي ما قلنا ملابس. انا دايما هفضل فارد الفرد ده عشان يبقى الناس كلها ايه فاهمه الصناعه بتاعت الملابس سهله يعني. هنفترض دلوقتي ان انا عندي اول حاجه هديكم البيانات بتاعت تكلفة الوحدة الواحدة علشان تبقوا فاهمين. فأنا هفترض دلوقتي إن الواحد كاملة مثلا أنا بصنع تيشيرتات خلاص؟ يبقى إيه؟ التيشيرت هو الوحدة الكاملة مش كده؟ الفينش يونت خلاص؟ دي بيانات ال المساحة بصنعها بإيه؟ بصنعها بقماش خلاص؟ يبقى القماش اللي هو إيه؟ يبقى المواد الخام بتاعتي هتبقى إيه بقى؟ اللي هي خلاص اللي هو الفابريك ده اللي هو ايه؟ الماتيريال بتاعه. عاوز ايه بقى؟ انا هفترض ان الوحده الواحده بتحتاج 1 متر. خلاص؟ يعني التيشيرت يحتاج ايه؟ 1 متر. والمتر الواحد بكام؟ ب 3 جنيه مثلا. خلاص؟ خلي بالكم من البيانات دي علشان يبقى واضحين معايا.
لغايه دلوقتي المنتج النهائي التيشيرتات، الماكينه بتاعته هنفترض انها حاجه واحده بس فابريك اللي هي القماش. التيشيرت الواحد يحتاج واحد ماتيريال، واحد متر من الماتيريال، الماتيريال المتر الواحد بكام؟ ب 3 ايه؟ ب 3 جنيه. كويس؟ هنفترض مثلا ان ايه؟ ان احنا عندنا مثلا 10 عمال شغالين. ماشي؟ الليبر كام؟ 10 ليبرت ليبر 10 عمال. ايه؟ الراتب الواحد فيهم مثلا ايه؟ 1200 جنيه. خلاص؟ وعندي اجمالي تكاليف الصناعه غير المباشره اللي حصلتها خلال الفتره مثلا ايه؟ يقول مثلا 13000. ماشي؟ اوفر هيد بتساوي ايه؟ 13000 بس. دلوقتي انا عايز اعمل الكود بتاعته. عايز اعمل الاول كمان عايز نقول في الليبر هنا ان الوحده الواحده بتتصنع مثلا ايه؟ ساعه مثلا. بس يبقى الفينش يونت ده التيشيرت ده ايه بيتعمل في ايه؟ في 1 ساعة. خلاص؟ انا دلوقتي عايز ابدا اعمل من الكود بتاعتي، ازاي اعملها؟ اول حاجة هنفترض ان احنا اشترينا مثلا قد ايه كام متر مثلا؟ اشترينا مثلا 3000 متر ماشي، 3000 متر سعر المتر الواحد 3 يبقى كام كله؟ 9000. نحط 9000 من حساب الدايركت ماتيريال من الدكتوري 9000 الى حساب مثلا الكاش او الاكونتس بيبل. كاش او الاكونتس بيبل، الاكونتس بيبل اللي هو الايد الموردين. ماشي؟ حسابات الايد الضئيله يعني 9000. طب ليه قلنا دايركت ماتيريال المطلوب ولا نجبر تشيسنج مشتريات؟ احنا هنا طالما شركه صناعيه احنا هنستخدم اسلوب الجلب المستمر. الجلب المستمر يبقى كل البضاعه اللي انا بشتريها بتتحط على الايه؟ مخزون. مفيش خلاص مصريات دي، تنسى حكايه المصريات دي خالص. لان انا بقى مش هقعد بقى ايه استنى اشوف انا هجرب دي اخر السنه قد ايه لغايه الكلام دوت واعرف اتنفر على طريق الجلب والقصه دي، لا انساها. انا هنا جلب مستمر، يعني كل اللي بشتريه بيروح على الدايركت ماتيريال من دول، وكل ما بصرفه بيخرج في الدايركت ماتيريال من دول على طول، يعني الجلب مستمر معايا. ماشي؟ كده طبعا واضح مش مشكله. طيب هدفع رواتب. الرواتب لما ادفعها هم كام؟ 1200 عامل، طبعا قصدي 10 عمال. ال 10 عمال الراتب الواحد فيهم 1200، يبقى المليون كام؟ 12000 واحد، 12000 جنيه. يبقى ده كده كوست مصروف رواتب ومصروفات 2000 جنيه. مثلا لو انا مثلا دفعتهم كاش يبقى كاش، لو انا مثلا على الحساب يبقى ايه؟ يبقى اكرو اللي هو مصروف مستحق. خلاص انا افترض ان انا هدفع لهم كاش. تمام؟ طيب فاضل ايه؟ فاضل الاوفر هيد. ازاي بثبتها الاوفر هيد؟ بثبتها بكل بساطه من 12000 مثلا. طبعا هنا افترض برضه افتراض هنا كده ان مثلا التوتال اوفر هيد دي كان في جزء منها ثابت وفي جزء متغير، عشان برضه من التحليل مهم قوي انك تعرف الجزء اللي متغير فيه الجزء الموجود في الاوفر هيد. يعني محدش يقول ان في دايركت ليبر ثابت او في دايركت ثابت، دول متغيرين وش يعني، عشان دول مباشرين اساسا. انما الاوفر هيد ده اللي ممكن يبقى فيه جزء ثابت، الجزء الثابت لازم تفصله عشان تعرف تحلل صح، لان احنا هنشوف ازاي ان التكاليف الثابته بتاثر على اتخاذ القرار. فهنفترض مثلا ان ايه؟ في 6000 منهم متغير وفي 6000 منهم ايه؟ اللي هو فيكسد، وفي 6000 منهم ايه؟ متغير. هنعمل الكود بتاعها ازاي؟ عادي جدا. هنثبتها عادي جدا ان هي تكاليف صناعيه غير مشهوره. التوتال بتاعها كام؟ طبعا في اثبات الكود ما بثبتش الضرر الواحد والخسر الواحد، بثبت لهم التوتال على بعض. يبقى 12000 اللي انا بسميها اوفر هيد. ايه الحساب ايه بقى؟ حساب كتير بقى. بثبت بقى
الالكتريسيتي والمواد غير الخام الغير مباشرة. يعني مثلا هقول مثلا ايه، قالت مثلا ده ايه indirect material، مثلا الكون كهرباء مثلا اللي هو الالكتريسيتي، خلاص مثلا إهلاك اللي هو الديبريسيشن، مثلا إهلاك الآلات مثلا كله على بعضه كان عامل 4000 مثلا، مثلا إيه تاني كده كام؟ 1000 و2000. طبعا الإندايركت ماتيريال والإلكتريسيتي دول فاريبل، فكده 3000 فاضل 3000 كمان، يسميهم مثلا 3000 دول مثلا إيه تاني متغير؟ الإندايركت ليبر برضه متغير 3000 إندايركت ليبر. وإيه تاني؟ دول 4 فاضل 2000 مثلا، نسمي ال 2000 دول إيجار اللي هم تكاليف السبت رينت، خلاص اللي هي دي بتعمل إيه؟ 1000 و2000 3 و4 7 7 و3 10 و2 12 مظبوط، 6 متغير و6 سالب. ال 1000 دول متغير فاريبل، والليبر برضه متغير فاريبل، 3 ب 4، 4 الكتريستي متغير ب 6، والديبريسيشن والرنت متقابل ثابتين 4 و2 6. طب حد يقول لي بقى الحسابات دي جت منين الاول؟ عادي جدا، هما كانوا مصروف عادي، الدايركت ماتيريال كوست عادي جدا كاش الى حساب الكاش، الالكتريستي كوست الى حساب الديبريسيشن مثلا الى حساب مجمع اللي هناك اللي هو الاكيوميليتنج ديبريسيشن، والدايركت ليبر الى حساب الكاش، الرنت الى حساب الكاش، وبعد كده اخدتهم كلهم في ملفات اوفر هاد. حد واضحه النقطه دي ولا في حد عنده مشكله فيها؟ يعني كل دول كانوا مصاريف واتقفلوا في الملفات اوفر هاد. يعني ايه؟ ايوه هم كده كريدت، طبعا كل اللي تحت ده كريدت، اللي فوق ديت واللي تحت كريدت، اللي فوق مهين واللي تحت باقي. طيب الملفات اوفر هاد دي تكلفه صناعه غير مباشره، ده اهي اثبتها ازاي؟ اثبتها عن طريق ان انا اقفل كل المصاريف الخاصه بيها فيها، يعني كل المصاريف الغير مباشره انتهت في تكلفه صناعه غير مباشره، خلاص. يعني انا هم كانوا موجودين الاول، يعني الاول ايه مثلا، هندي مثال كالكتريستي مثلا، جالي فاتوره الكهرباء رحت جاي دافعها، قلت ايه؟ قلت من حساب الكتريستي ان هم 2000، خلاص ال 2000 دول والكتريستي دول ال 2000 دول مالهم؟ قفلتهم في الكتريستي كوست 2000 الى حساب ايه؟ 2000 الى حساب الكاش اللي جيت دفعتهم، او على او مصروف مستحق وانا ما دفعتهمش، نفترض ان انا دفعته. يبقى هو الاول كان كده، كان من حساب الكريستي 2000 الى حساب الكاش 2000، ماشي. الكريستي ده بقى قفلته هنا اهو، بقى من حساب ما نفعش اوفر هيد الى حساب الكريستي. ايوه من حساب ما نفعش اوفر هيد الى مذكورين، مظبوط كده، مظبوط الى مذكورين الايه كل ده. يبقى كل دول كانوا ايه؟ كانوا زي الكريستي كده، اللي ظهر برضه يا اما دفعته يا اما مثلا ايه مستحق اكرود وبعدين قفلته، كلهم كانوا مدين وبعدين خلفهم ده في المانيفاكتشر اوفر هيدز. تمام كده ولا في حد عنده مشكله؟ طيب تمام. انا بقى دلوقتي عايز هي دي مالي تكلفه الصناعه بتاعتي صح ولا لا؟ دايركت ماتيريال انفنتور اللي هو ده المواد بتاعتي انا لسه ما اعرفش، وده الليبر كوست بتاعي اللي هو المالي الرواتب اللي انا دفعتها للعمال 10 عمال خلال خلال الشهر، ودي مال التكاليف الصناعيه اللي انا مباشره انا صرفتها خلال الشهر. انا دلوقتي عايز بقى ادخله من الانتاج، يعني التكلفه الصناعيه دي عايز ادخلها الانتاج عشان اعرف انا تكلفه الوحده عندي قد ايه؟ تكلفه الوحده اللي دي خلال الفتره قد ايه؟ هعمل ايه؟ هفتح حساب اسمه بروسيس اللي هو حساب الانتاج تحت التشغيل. هو ده حساب التشغيل، هو ده حساب التصنيع. يعني كل التكلفه الصناعيه تتحمل عليها عشان اصنع. يعني دلوقتي عايز ادخل بقى المواد دي تتصنع. حاول ايه؟ شيل بس دوت ولا عايزينه؟ عشان ما حدش يكتب انا بقى عايز ايه؟ عايز ادخل بقى الايه الماتيريال تتصنع، عايز ادخلها في الانتاج عشان تتصنع، اديها للعمال يشتغلوا عليها. احاول ايه؟ احاول قد ايه بقى هدخل الاول؟ لازم اعرف الاول هدخل قد ايه؟ انا دلوقتي هنفترض ان الايه؟ ان العمال دول شغالين 8 ساعات في اليوم. ماشي كده في الاضطرابات برضه عشان يبقى الدايركت ليبر 10 عمال بياخدوا 1800 ساعه، ماشي؟ اه 8 ساعات في اليوم، العامل الواحد بيشتغل ايه 8 ساعات. طب دلوقتي هم 8 ساعات
وهيشتغل مثلا 30 يوم في الشهر، مش عارف اجازات. 8 في 30 بكام؟ حد معانا حاسبه؟ 8 في 30 ب 240، 240 ساعة للواحد بس، الواحد بس 240، هم 10، يبقى اجمالي عدد الساعات خلال الشهر قد ايه؟ 2400 ساعة، مظبوط؟ 2400 ساعة. الوحدة الواحدة بتحتاج قد ايه، كام ساعة؟ الوحدة الواحدة بتحتاج ساعة واحدة. يبقى انا معنى كده ان انا خلال الشهر هنتج 2400 واحدة، خلاص 10 عمال كل عامل هينتج 240 واحدة، وهم 10، يبقى انا هنتج 2400 واحدة، مظبوط؟ يبقى انا خليهم كام بقى من المواد ديت؟ انا عامل 9000 متر، صح؟ المتر الواحد بجنيه، قصدي المتر الواحد ب 3، يبقى عامل 3000 متر، عامل 3000 متر. لكن عاوز كم متر بقى في المتر بتاعي؟ عاوز 2400 متر، مظبوط ولا لا؟ الوحده الواحده انا عايز انتج دلوقتي 2400 واحده، طالما 2400 واحده والواحده بتحتاج متر واحد، يبقى انا كده ادخل الانتاج كام؟ 2400 متر، مظبوط؟ يبقى انا لما ادخل 2400 متر، 2400 متر في 3، سعر المتر الواحد 3، يبقى انا هدخل كام؟ 7200. اوكي صح ولا لا؟ 7200، 7200 عايزين حد كده معايا يعرف حسبه، مش احسب لي على طول. 7200 من حساب ايه بقى؟ من حساب الورك بروسيس، هو التاج تحت التدريب. يبقى انا كده دخلت حساب، معنى ان انا ارمي الورك بروسيس مدين كده، معنى كده ان انا ايه؟ يعني دخلت له خمسة النح على طول، حسبها 3%. يبقى هنا حساب ايه بقى؟ يبقى هنا حساب 7200، حساب ايه؟ حساب الدايركت ماتيريال انفنتوري، خلاص؟ الدايركت ماتيريال انفنتوري كان عندي 9000 9000 تكلفته، 9000 كان، هو مش 9000 متر، هم كام؟ هم 3000 متر. ليه؟ لان تكلفه المتر 3 جنيه، وهم 9000، يبقى معنى كده ان عندي 3000 متر في الايه؟ المخزون، مخزون الايه؟ الفابريك، اللي هو المين الفابريك ده، اللي هو القماش. طيب ماشي، انا بقول لك انا ما اجيب من ناحيه ايه بالظبط؟ ارجع من انا ناحيه؟ من انا حته؟ طيب انا بقول من تاني اهو. لو قلت تاني عندي اشتريت 9000 ايه؟ جنيه، ده باوند، ده بالطوله مش بالمتر. 9000 جنيه قماش، سعر المتر الواحد 3 جنيه، يبقى انا عندي كام متر؟ 9000 على 3، عندي 3000 متر. 3000 متر، 3000 متر دول موجودين عندي في المخزون، لكن انا عايز كام ادخله الانتاج؟ لقيت ان انا عندي الواحده الواحده ماشي اهو كده تمام، ما كانش ظاهر. امال انا كنت عمال بشاور الواحد كده، كل ده المؤشر ما كانش ظاهر، وانا عمال بشاور وفاكر كنتوا شايفين. معلش غلطت انا، طب حتى مش نبهوني من ساعتها عمال بشاور وانتوا شايفين. معلش غلطت انا دي كده تمام. طيب طيب 3 متر قماش موجودين عندي في المخزون، خلاص عرفتهم يعني من المتر الواحد ب 3 جنيه، وهم 9000 جنيه شاري بيهم، يبقى انا شاري 3000 متر. هدخل قد ايه دلوقتي؟ محتاج ادخل كام متر للانتاج؟ هدخل على اساس انا عايز قد ايه؟ يعني مو خلاص انا هدخل بناء على الشغل محتاج قد ايه؟ فانا لقيت ان الواحده الواحده بتصنع في ساعه، الوان تيشيرت بيصنع بايه؟ بوان اور، بساعه واحده. وانا عندي كام عامل؟ عندي 10 عمال، العامل الواحد بيشتغل 8 ساعات، 8 ساعات في 10 يبقى 80 ساعه في اليوم، في 30 يبقى انا هشتغل الشهر كله جزاء، يبقى انا هشتغل 2400 ساعه لكل العمال، العامل الواحد 240 ساعه. ال 2400 ساعه دول هيجيبوا لي كام واحده؟ 2400 واحدة، لأن الواحدة الواحدة بتتصنع في ساعة. 2400 واحدة، يبقى 2400 واحدة يعوزوا قد إيه؟ يعني يعوزوا 2400 متر، لأن المتر برضه أو الواحدة الواحدة بتعوز 1 متر. طالما الواحدة الواحدة بتعوز 1 متر وأنا هصنع 2400 واحدة، يبقى أنا محتاج 2400 متر. طيب 2400 متر من إيه؟ من 3000 متر اللي عندي. هل هم دول بس اللي هيخشوا الانتاج؟ سعر المتر 3 يبقى 7200، مظبوط كده زي ما الصبر كده.
ادخلهم بقى فين؟ ادخلهم الورك بروسيس، ادخلهم التشغيل، ادخلهم التصنيع كانت صنع. يبقى 7200 من حساب الورك بروسيس، 7200 حساب دايركت ماتيريال انفنتوري. يبقى انا خططت مخزون المواد الخام كان 9000، بقى خططت 7200 بقى كام؟ 1800 اللي هم كام؟ اللي هم كام متر؟ 1800 اللي هم 600 متر. 600 متر هيستنى معايا ايوه بالظبط كده، مخزون نهايه المده. يعني هيقل من الموديل اللي هو هيبقى في الفتره اللي جايه بدون الانفنتوري. لان الانفنتوري ده هيروح فين؟ هيخش معايا فين؟ لان الانفنتوري ده، لان الانفنتوري بتاع الماتيريال اللي هم ال 1800 دول هيروحوا فين؟ ايوه بالانس شيت، ده اللي زي العمال، لانه اصلي ما استخدمش. اللي دخل بقى التكلفه ده، اللي دخل معايا في التصنيع ده اتحول لكوست دلوقتي اهو، اتحول لاكسبنس اهو. ده كده ال 7200 دول اتحولوا لاكسبنس، اتحولوا من اصل ماتيريال انفنتوري الى ايه؟ الى اكسبنس. ايه لان هم دخلوا الانتاج، يعني انت حساب ورك مخصوص لحساب دايركت ماتيريال انفنتوري. ونعمل نفس الكلام مع مين؟ مع الدايركت ليبر كوست ومع المانيفاكشر اوفر هيد كوست. نفس الكلام هيتعمل معاهم، هدخله من الانتاج برضه. يبقى ايه؟ يبقى حقوق. يبقى 1200. طب ال 12000 كلهم ندخلهم من الانتاج ولا لا؟ سؤال. ال 12000 دول ده حالهم هم تكاليف العمال دول. ايوه كلهم. ليه كلهم؟ لان دي راتبهم الشهريه وهم اشتغلوا طول الشهر. من ال 1000 ال 12000 ده حالهم هدخلهم من ايه؟ الانتاج. يبقى 12000 من حساب ورك بروسيس، 12000 من حساب ايه؟ الدايركت ليبر كوست. كده الحساب ده اتقفل. كده الحساب ده اتقفل. الدايركت ليبر كوست ده اتقفل كده خلاص. دخل التصنيع كله. طبعا الدايركت ليبر كوست ده ما اتقفلش، في جزء منه موجود. موجود هيستنى معايا كأن من الانفنتوري في الدايركت في الايه؟ في الدارس شيت. المهم ده حساب اسمه حساب دائم. ده اسمه حساب دائم. يعني حساب دائم؟ يعني حساب ده موجود معايا على طول. ما بيتقفلش. انما الكوست لازم تتقفل. ما ينفعش يبقى الكوست كده. الكوست لازم تتقفل لانها اكسبنس. حساب ايه اللي بيسموه حساب غير ده مؤقت؟ ايوه كده بالظبط كده، مؤقت. المؤقت لازم يتقفل، انما الدائم ده لازم معايا على طول. يعني بينقص ويزيد مع ايه؟ مع الوقت. يعني اشتريت عمال بيزيد، استخدمت عمال بيقل، اشتريت عمال بيزيد، استخدمت عمال بيقل بس. لكن هو موجود معاك الميزانيه كحساب دائم. نفس الكلام هيبقى مين؟ ما ينفعش اوفر هيد هتتقفل بالايه؟ بالكام؟ صح ولا لا؟ لانها اكسبنس برضه. وكل التكاليف دي صرفتها خلال فتره، مفيش حاجه ما صرفتش فيها. يعني كلها استخدمتها خلال فتره. الاندايركت ماتيريال اللي هي مثلا ممكن تبقى ايه اندايركت ماتيريال؟ قطع غيار مثلا للالات، مثلا زيت للالات، مسامير للالات، كل دي اندايركت ماتيريال. الكتريستي الكهرباء طبعا معروف. الديبريسيشن الاهلاك بتاع الالات ده ثابت. الاندايركت ليبر اللي هو مين؟ اللي هو العماله غير المباشره، اللي هم مين؟ اللي هم مثلا العماله بتشيل وتحط الزمان. خلاص ده متغير. ليه متغير الاندايركت ليبر؟ ده ممكن واحد يقول لي مسكتين. لا متغير. متغير؟ انا بحسب، انا على حسب الانتاج. يعني مثلا ايه؟ لو انا مثلا قوه انتاجي مثلا ان انا بنتج مثلا زي ما قلنا 2400 متر في الشهر، 2000 او 2400 واحد، 2400 واحد مثلا ممكن يحتاجوا عاملين بس. لكن لو زودت الانتاج عن كده يبقى اكيد العاملين دول مش هينفعوا، حبة ازود عليهم، حبة ازود عليهم مره ثانيه. فكل ما بيزيد الانتاج هزود، ولو لقيت الانتاج قل احب برضه ايه؟ اقلله. حلول متغيرين. والايجار طبعا معروف. هقفل كل ده طبعا فين؟ في الوقت البسيط برضه. اللي هو ال 12000 دول، 12000 من حساب ال يوك المؤسس، 12000 ايه؟ الى حساب الاوفر هيد. كده دي برضه ايه؟ اتقفلت. كده دي برضه اتقفلت خلاص؟ اللي هي ال دي. دي كده اتقفلت مع ايه؟ مع الوقت المؤسس برضه. الوقت المؤسس دلوقتي اتحمل بقد ايه؟ اتحمل ب 7200 وفوق 12000. كل دول ايه؟ كل دول التكاليف بتاعت التصنيع، هم دول التكاليف اللي تصنع بيهم ال 4200 وحده. ال 4200 وحده هم دول اللي ايه؟ اللي ال 4200 وحده ولا 2400 وحده؟ 2400 وحده صح؟ 2400 وحده، 2400 وحده دول هم دول اللي ايه؟ اللي التكاليف اللي تسببوا في تصنيعها او اللي كانوا مطلوبين عشان يتصنعوا. خلاص؟ طيب السؤال بقى ليك دلوقتي، هل كل دول
معنى كده ان 2400 واحد منتجيه ولا منتجات نهائيه؟ ولا في حاجه احتمال لسه محتاجه شغل؟ يعني 2400 واحد دول منتجات نهائيه ولا مش نهائيه؟ اثنين دي يعني مش عارف؟ ايوه منتج نهائي، كلهم منتجات نهائيه خلاص، لان انا كلهم صنعهم الواحده بالكامل، يعني خدت كل ما يستحقها من التكاليف، خدت ساعه كامله، هي محتاجه الواحده مش محتاجه ساعه، خدت الساعه. محتاجه ايه؟ محتاجه 3 متر قماش، خدت 3 متر قماش. محتاجه ايه؟ تكنيس السلام قماش، كل التكنيس السلام قماش ايه اتصرفت عليه. يبقى خلاص مفيش حاجه يعني تخلي المنتج ما يبقاش كامل. مفيش حاجه تخلي المنتج يبقى لسه فيه محتاج شغل. احنا هنشوف بعد كده حالات، هنلاقي ان ايه؟ ان في حاجات لسه ما اكتملتش. ليه؟ علشان ما خدتش كل اللي يستحقه. في مواد ناقصه، في مثلا ساعات عمل ناقصه، فخلت الايه؟ ان مفيش انتاج تحت تشغيل. يا راجل انتاج تحت تشغيل ايه؟ مفيش انتاج تحت تشغيل خلاص. انا دلوقتي دخلت 2400 متر في 2400 ساعه، هتطلع لي 2400 واحده، كل حاجه مكتمله. كل الوحده محتاجاه موجود. يعني ايه هم 600 دول؟ كانوا فين؟ 600 دول مين ايه؟ فين 600 دول؟ بتوع ايه؟ 600 متر، 600 متر دول مواد يا عم الحاج. دول مواد دارك مثلا الانفنتوري، ايه اللي دخلهم في انتاج تحت التشغيل؟ قلت لك دول اصل هيفضلوا في الانتاج تحت، هيفضلوا في مخزون المواد زي ما هم في الميزانيه العموميه. مش قلت انا حساب حساب دائم؟ يعني حساب دائم يعني معايا على طول مستمر، بيزيد بالشراء وبيقل بالاستخدام. ملوش علاقه خالص، ما دخلوش خالص الانتاج اساسا. ما دخلوش الانتاج عشان هم اساسا ما دخلوش الانتاج عشان الانتاج تحت التشغيل اساسا. فدلوقتي بقى الورك المقصود ده كله مجموعه كام؟ 12000 و12000 و7200 كل يوم هيتقفلوا فين؟ هيتقفلوا في مخزون الكامله او المواد المصنعه. المواد اللي ايه؟ اللي انت تم انتاجها اللي هي الفينش جودز. المواد الخام او قصدي المواد النهائيه، المواد المنتجه مصنعه خلاص هيتحمل بكل التكاليف دي. يبقى انا 7200 12000 و12000 24000 24000 و7200 كام؟ 31200 24 و7200 31200 31200 دول هيروحوا فين بقى؟ هتقفلوا في المنتج بالظبط كده. يعني ده ما فيش جديد من دول الى حساب ايه؟ الورك بروسيس. خلاص يبقى انا كل التكاليف بتاعت الصناعيه اللي هي راحت الورك بروسيس دي، اللي هي راحت او راحت التشغيل عشان كلها اتصنعت بالفعل. مفيش حاجه اتبقت، مفيش تكلفه اتبقت على حاجه. كل الوحدات اللي دخلت، كل 4200 متر اللي انا دخلتهم او ال 2400 متر اللي انا دخلتهم كلهم اتصنعوا بقى ب 2400 واحد. دلوقتي تكلفه الوحده تبقى كام بقى؟ الوحده الواحده تكلفتها هتبقى كام؟ 31200 على كام؟ على 2400 بس ده ايوه تطلع كام؟ يبقى الفينش يونت الكوست لليونت الوحده الواحده اللي هتبقى كام؟ 13. طب كويس، طلعت رقم صحيح. اللي هم كام؟ اللي هم ال 4200 اللي هم قصدي 3200 اللي هي اجمالي التكاليف الايه؟ الصناعيه. اجمالي التكاليف الصناعيه، لا في انتاج تحت تشغيل الاول ولا في انتاج تحت تشغيل الاخر. يعني انا بديكم مثال سهل خالص، مفيش حاجه. على مش عارف بقى اشوف العلا ده بيجي ازاي. مثلا يبقى كده على كام؟ على 2400 يساوي كام؟ 13. دي اللي هي الايه؟ تكلفة الوحدة الواحدة. تكلفة الوحدة الواحدة 13 جنيه. عرفت منين؟ اجمالي التكاليف الصناعية 31200 وانا صنعت 2400 وحدة. طب 2400 وحدة ليه؟ لان انا دخلت 2400 متر قماش، المتر الواحد يعمل لي وحدة. واشتغلت 2400 ساعة. وانا ما دخلتش 2400 متر الا عشان عارف ان انا هشتغل 2400 ساعة. نتيجة إن أنا عارف إن أنا هشتغل 2400 ساعة دخلت 2400 متر وصرفت عليهم تكلفة صناعية بقى 12000 إجمالي التكلفة 13. السؤال ليكم بقى دلوقتي، إحنا دلوقتي هنعمل شوية أناليسيز بقى. يعني دلوقتي هنعمل شوية تحليل. خلاص إحنا خلصنا كل حاجة. نبتدي بقى نلعب بقى نلعب شوية. لو أنا دلوقتي جيت قلت لكم عايز أبيع ده. أوكي. إديني اقتراحات يعني. هبيع المنتج ده بكام؟ الله يفتح عليك أستاذ أحمد.
لسه في تكاليف اكتر لان الخلف اللي بسعر كده وخلاص. لازم انا بسعر اخد بالي انا هصرف قد ايه تكاليف فتره اللي هي التكاليف الغير صناعيه. التكاليف الغير صناعيه دي ان هي تتحمل على الطاقه اللي لازم ناخدها في الاعتبار اللي هي ايه؟ تكاليف البيع، تكاليف الاداريه لو انا جايب محاسبين او مثلا او جايب يعني اداريين او محامين، كل واحد بيهم فلوس. عملت اعلان للمنتج مثلا، سوقته، عملت له تسويق، التكاليف العموميه اللي هي الخاصه بالبخور والالات الكتابيه والحاجات دي، كل دي تكاليف ايه؟ تكاليف فتره لازم اخدها في الاعتبار. يعني ما ينفعش ان انا اسعر كده وخلاص. يعني انا ممكن اسعر دلوقتي انا كشغال فل، انا بقى اخصم التكاليف بتاعت الفتره انا نفسي. يعني لازم انا اسعر اخد في الاعتبار الحاجات دي. طب انا مثلا قلت لكم ان التكاليف الفتره، تكاليف الفتره كلها بتاعت الشهر كانت عامله مثلا 10,000 مثلا، هنقول كده ده بدل الكوست كلها عامله كام؟ 10,000. اسعر بكام بقى؟ ممكن اسعر بكام؟ يبقى انا ممكن اقسم ال 10,000 دول على ال 2400 واحده، اعرف مثلا ان تكلفه الواحده دلوقتي 10,400 مثلا كام؟ ب 4 وشويه. ماشي، ال 10,000 على 2400 ب 4 وشويه. يبقى انا معنى كده ان انا لازم لما احط الربح بتاعي يبقى اكيد لازم يغطي ال 13 وال 4 وشويه دول، يعني 17 ريال دي 100 تكلفه بتاعت الواحده. يبقى انا لازم في اعتباري ان انا لما اجي احط ممكن احط 20 مثلا، مظبوط 20 كده مثلا ربحان. انما لو حطيت 17 يبقى خسران. حطيت 20 كويس، 18 ماشي بس لسه قليل شويه، 19 ماشي، 20 ماشي. لو افترضنا ان احنا حطينا 20 خلاص، السعر دلوقتي بقى 10، وجيت بعت كل البضاعه اللي عندي ال 2400 واحده كلهم بعتهم. طبعا لو ما بعتش هتبقى في سبب، هتبقى في برضه مشكله. ليه؟ يعني انا ما اقدرش ال 2400 واحده، يعني معنى كده ان انا هتشوف كده دلوقتي مره من ماشي مره من ايه، يعني مره من ال 2400 واحده مره ما اقدرش ال 2400 واحده. لو انا بعت الاول او خلال الاول ما اقدرش ال 2400 واحده، خلال الاول مثلا ايه 1500 بس، ان انا عامل كام السيلز بتاعتي كام؟ عايز واحد يحسب معايا على طول 1500 في كام؟ في 1500 في كام؟ في 20. قطعنا خلاص السنه ب 20 يبقى كام؟ يبقى 1000 3000 بس يا راجل، 30 اهي 30000 ماشي، ده اجمالي الملعب بتاعتي. تكلفه البضاعه تبقى كام بقى؟ الكوست اوف جود سولد بقى اهي كام بقى؟ تبقى واحد يقول لي كده، حد يقول لي كام في كام؟ كام في كام؟ واحد يقول لي كام في كام؟ ما يقوليش ارقام، يقول لي كام في كام؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا استاذ احمد. 1500 في 13، ليه؟ لان انا تكلفه البضاعه الوحيده اللي بتتحمل على المنتج هي 10 دي بس، اللي هي التكلفه الصناعيه. التكلفه الصناعيه دي بس هي اللي بتتحمل على المنتج، هي اللي بتظهر في الكوست اوف جود سول. الثانيه دي بتتحمل على الفتره زي بصرف النظر عن الانتاج، بصرف النظر عن الانتاج والبيع، مالهاش علاقه. دي كلها كده واحده هتتحط في قائمه الدخل زي ما هي، البيع والكوست دي. ال 10,000 دول بالحق بالكامل عن الحق. يعني دلوقتي ايه؟ لو قلت 1500 في 13 يطلع لي كام؟ 1513 بكام؟ 19,500 ماشي، 19,500 كويس. يبقى عندي جروس بروفيت قد ايه؟ اللي هي الربح نجمة الربح 30,000 ناقص 19,500 يبقى اديني 10,500. نطلع ننزل شوية ننزل. الناس شايفة كلها ولا في حد مش شايف حاجة؟ هنخسر ايه بقى؟ هنخسر ايه بقى دلوقتي؟ هنخسر تكاليف الطاقة كلها، بيري الكوست كلها. ما حدش يقول لي بقى ايه؟ لا ده احنا ما بعناش الانتاج كله. وما عملناش مش عارف ايه، لا الكوست دي كامل بتتحط نقشه واحده كده ب 10,000. يديني بقى ايه النت بروفيت قد ايه؟ اللي هو صافي الدخل قد ايه؟ 500 بس. شفت بقى ربح بسيط قوي ليه كده؟ ليه ربح بسيط؟ ربح بسيط علشان ما بقيناش الانتاج كله، احنا كنا عاملين الربح على الانتاج كله 2400. دي انا ما بقيناش ال 1500 بس. ال 1500 بس وعندي تكاليف فتره كبيره ما اتغطتش بين انها كلها نزلت، ال 10,000 بالكامل نزلوا. فبالتالي ربح بسيط قوي خالص، يعني رغم ان انت حاسبها في الاول انها ربح،
يعني انت حسيتها في الاول ان انت ايه رحاله زي الفل 20 ومغطيه 17 وشويه دولت والربح زي الفل، ما انا جيت لقيت ان انت علشان ما نحكيش انتاج كتير، يعني احنا هنا كنا بقى مثلا 1000 وحده كنا حققنا خساره خلاص، هنيجي بقى نعمل واحده ثانيه بس نلاقي الانتاج كله هنلاقي الربح بتاعي زاد. ليه الربح بتاعي زاد؟ لان معناه ان الجروس بروفيت ده بتاعي زاد، زاد نتيجه ان انا زودت المحلات المباعه، لان انا عندي لو خدت بالك ان الوحده او مجمل الربح للوحده الواحده كام؟ 7 جنيه للوحده. 7 جنيه من وحده تكلفه الايه؟ الوحده الواحده ربح. فكل ما بيع كتير كل ما الربح يزيد، كل ما بيع اقل كل ما الربح اقل، وده ملوش لازمه، ده جاموسه، ده كده كده هي ايه؟ هيتخص معايا كده 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 لازم يتخص. لا الايجار ده صناعي، شوف دلوقتي حته الايجار والمش بس استنى بس على حته الايجار دي سيبها دلوقتي بس. الاول احنا عايزين نعمل القيود الاول، لما انا اعمل لكم الجزء الثاني انا عايز اعمل لكم الحته دي ازاي نعمل القيود. اول حاجه انا طلعت ال 1500 القيد بتاعها ايه بقى؟ بعت منين دلوقتي؟ بعت منين؟ فين سبيلنج الكود ده؟ يبقى قلت ايه؟ يبقى قلت 19500 من حساب، الحساب ايه ده؟ كوست اوف جود سولد مصروف عادي جدا، تكلفة البضاعة مباعة بيروح مدين، بعد كده هتقفل في قائمة الدخل ده. ماشي يتقفل، يبقى كده خلاص. بس أنا دلوقتي بفتح كوست اوف جود سولد. إيه ده حساب إيه؟ 19500 إلى حساب مين؟ حد يقول لي كده؟ مخزون إيه؟ مخزون كام؟ مظبوط كده هو فينش جيل إنفنتور. خلاص فينش جيل إيه؟ إنفنتور. 1500. ولما بعت طبعا الكوست أوف جود سولد راحت فين؟ دخلت على طول في إيه؟ في قائمة الدخل، يبقى من حساب قائمة الدخل اللي هي الإنكم ستيتمنت إلى حساب كوست أوف جود سولد، اتقفلت. تمام؟ دلوقتي بقى كل المبيعات طبعا سهله، طبعا الحساب السيلز الحساب الايه؟ العملاء او الحساب الكاش او اي حاجه. ماشي كل المبيعات مش معاها. دلوقتي بقى انا عايز اعرف اجمالي المخزون اللي هيبقى موجود في البالانس شيت قد ايه؟ من حساب الكاش لحساب السيلز. اجمالي المخزون اللي هيكون موجود معايا في البالانس شيت دلوقتي قد ايه؟ في الحاله بتاعتنا دي. مخزون مواد خام اللي هم قلنا عليهم ال 1800 دولت دارك ماتيريال انفنتوري ماشي بنبقى منه كام؟ 1800 1800 على 3 ده ايه مخزون التكه التجاري والكوست الجديد ايه والفيلم الجديد انفنتوري اللي استنى معايا اللي هو كام بقى؟ اللي هو 13 في كام؟ 13 في كام وحده؟ 900 صح ولا لا؟ كان 2400 واحده بقى 1500 بقى 900 يبقى 13 لا 13 في 900 ده 13 في 500 ده من باع 13 في 900 ادينا كام؟ حد يحسبها كده؟ يبقى في البالانس شيت 1800 12 في 900 مظبوط ماشي البالانس شيت دول هيبقوا موجودين معانا من غير عمال يعني موجود معايا ايه؟ حاجتين الانفنتوري من الماتيريال كام؟ 1800 والفينش جود بكام؟ ب 11700 هو ده اجمالي المخزون اللي هيبقى موجود عندك في المتابعه. طبعا احنا زي ما قلت انا واحد احنا جينا وبعنا انا عايز اعدل لكم على ارقام عمليه طبعا طبعا عشان ما نعملش تاني ماشي؟ لو احنا جينا مثلا وقلنا ان احنا هنبيع ب 2400 واحده بالكامل يبقى هيبقى كام ده؟ يبقى بدل 30000 دول هيبقى مبيعاتي كام؟ 140000 مظبوط؟ وبدل ال نبحث هذا برضه عموما كوست الجود سولد بص ماشي مع المبيعات زي ايه؟ زي الله يعني كوست الجود سولد بتعتمد على البيع ما بتعتمدش على الفترة دي بتعتمد على يعني الديري كوست
خلينا انا بعتمد على الفتره، انما الكوست اوف جود سولد هي نفس بدات قد ايه؟ لو انا على دي هحمل على كوست اوف جود سولد 2413 بكام؟ 31200، يبقى كده الكروز بروفيت هيبقى 48 صح 30 يبقى 16800 15800 صح. ناقص ال 10، بص الربح زاد ازاي؟ نط نط جامد اهو، الربح بقى من 500 بقى 6800. لان دول زي ما هم دول الكوست ما لهمش حل يعني، كده كده هي ايه؟ هيتخصموا. اما دول فبيعتمد على البي، عشان كده نيجي بقى لان نيجي نلاقي ان دول تايه ليه تايه؟ تايه في ايه بالظبط؟ تايه ليه يا استاذ احمد يا طابور؟ ده انت كنت كويس، حد حسدك ولا ايه؟ اه اتحسد، كان كويس وكان بيجاوب 100 100 المره اللي فاتت. كان جاي السخونه 1800 دول بتوع دايركت ماتيريال، مش اون نت ماتيريال الاولاني خالص، ده في 9000 متر 9000 جنيه في المخزون اللي هم عباره عن 3000 متر، استخدمنا 2400 متر للانتاج، ده 600 متر 600 متر في 3 ب 1800، ما حتى حد جاوب ساعتها على طول قال 1800 دول بتوع المخزون. ايوه 603 600 متر للمستنيين في الثلاثة، واحد داخل يزعق معاك والخامات اللي بايع عم احمد. طيب استاذ محمد يا سعيد، استاذ محمد سعيد دلوقتي في الكلاس بيقول انه هيخلص بعد 5 دقايق، مظبوط الكلام ده؟ الرساله دي ان هو هيخلص بعد 5 دقايق. طيب تمام. خلاص تمام يا استاذ احمد، تجوري دلوقتي ال 1800 دول خلاص هم 600 متر في ثلاثة، من 11700 اللي هم ال 900 واحدة كاملة، 900 واحدة كاملة ليه؟ اللي هم كانوا عندي كام واحدة كملناهم؟ كانوا 2400 واحدة، 2400 واحدة في 13 كانوا الإجمالي كل واحد 30200، لما الأول بعنا ال 1500 كان بقى 900، 900 في 13 في 11700، دلوقتي خلاص احنا بقى 2400 كاملين، يبقى مش هستنى في الدانس غير مين؟ غير ال 1800 بس. ده نشوف في الحاله دي مش هيستنى غير ال1000 بس، ليه؟ لان احنا بقى المخزون كله خلاص دول كده بقى هيتمسح، مش هتبقى ليه ايه؟ يعني مش هستنى بقى غير المخزون ده بس، ليه؟ علشان خلاص انا بعت انا بعت ال 2400 بكام؟ لقينا ان ايه؟ ان زي ما قلنا اهوت ان 6000 يعني والربح ما شاء الله زاد، اول ما ايه؟ ما بعنا 2400 بالكامل. الاول كان الربح قليل 500 بس، لكن نتيجة إن إحنا بعنا عدد وحدات أكتر فالربح زاد. عشان كده بقى نلاقي إن بعض المديرين بيتلاعبوا بالأرباح في الحتة دي. يبدأ إيه؟ يبدأ لما يكون عايز يحقق أرباح كبيرة يزود البيع قوي، يزود البيع قوي، لأن كده تكلفة الفقرة كده كده هتتخصم زي ما هي. ماشي؟ طبعًا في تكاليف فترة بتتغير، طبعًا إحنا دلوقتي مفترضين إن التكاليف الفقرة ما اتغيرتش، لما بعت 2400. انما في الواقع العمل بتتغير، بتتغير ليه؟ اللي في تكاليف يعني متغيره بتزيد اكيد مع زياده البيع، وفي دعايه ممكن تزيد، ممكن مصاريف التوزيع تزيد، لكن احنا هنا قررنا ان تكاليف الفقر زي ما هي. يعني ما اتغيرتش. تكاليف البيع هي هي، تكاليف التوزيع هي هي، والرواتب هي هي. قررنا انها ما تزيدش، لكن هي في الواقع العمل بتزيد. المديرين بتيجي يلعبوا في الحته دي. في الفترة اللي عايزين نفتح كبير يجي ايه؟ يبيعوا كتير وينتجوا كتير، ماشي كده؟ حتى لو ما باعوش كتير كده كده في تكاليف صناعية ايه؟ بتستنى في المخزون، يعني هتزيد المخزون بتاعها وفي نفس الوقت التكلفة مش ايه؟ مش هتزيد. فهم بيبدأوا بقى يلعبوا في الربح من ايه؟ الحتة دي، امتى يزود الربح؟ امتى يقلل الربح من ايه؟ من الحركات دي. لكن دلوقتي احنا هنعمل صوره بسيطه جدا، خدنا فكره عامه عن الحسابات ماشيه ازاي، بحيث ان احنا لما نيجي نزود بعد كده الناس تبقى فاهمه. لكن هو دلوقتي يعني حاجه بسيطه جدا، بس انا دلوقتي بقى عايز برضه يعني اخش بقى في حته ثانيه برضه. افترض دلوقتي ان احنا شغالين في دلوقتي سوق منافسه كامله، اللي هو بيسموه بيرفكت كومبيتيشن، اللي هي المنافسه الكامله دي، اللي هي السوق بيفرض عليك السعر. بيفرض عليك السعر، يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش
تبيع على السعر اللي موجود في السوق. لا مش احتكار، احتكار ايه يا راجل؟ بقول لك بيحصل كومبيتيشن، يعني منافسه كامله، منافسه ممتازه. ممتازه يعني ايه؟ يعني السعر موجود في السوق الناس كلها بتشتغل عليه، محدش يعرف يحركه، لان بيمتاز ان الموردين كتير قوي، الشركات كتير قوي، المنتجات كتير قوي. فطبعا انت كمهندس هتبدا تبدا تختار السعر القليل، تبدا تختار السعر القليل. يعني ايه السعر القليل؟ يعني السعر العالي واحد بيجيبه، زي مثلا ايه المواد الغذائيه. مثلا المواد الغذائيه عندها في منتجات كتير قوي سعرها مستحيل يتحرك. لو في سوبر ماركت باع بسعر ازيد من سعر واحد تاني، هو ما هيبيع، مش حد هيشتري عنه، كل الناس هتروح للتاني، لان المنتجات كلها شبه بعضيها، كل السلع زي بعضيها، فما ينفعش ان هو ايه يتحرك فيه. خلاص في منتجات كتير قوي السعر فرق نفسه، ومنها برضه ملابس. يعني بس احنا هنختار مثلا دلوقتي ان ايه، ان الراجل قال لك ايه ما ينفعش اعمل ده، ماشي. الدواء، الدواء مش حلو، لان الدواء برضه بيختلف شويه. هنفترض دلوقتي بقى ان صاحب الشركه جالك وانت لما حسبت التكلفه لقيتها 13 وقال لك ايه، وقلت له هنبيع ب 20، قال لك لا 20 كتير، لو بعت ال 20 مش هشتري. الناس كلها بتبيع بكام؟ الناس كلها بتبيع ب 17، انا عايز ابيع ب 17. قلت له يا عم الحاج لو بعنا ب 17 مش هنبيع، هنخسر. ما ينفعش ابيع ب 17، لو بعت ب 17 هخسر في الحاله بتاعتنا دي، هنخسر. صح ولا لا؟ لان التكلفه ازيد من 17، 17 وشويه، ازاي ابيع ب 17؟ ما ينفعش. قال لك لا اتصرف. قال لك ايه اتصرف؟ نعيد من الاول ايه بالظبط؟ عشان تعذروني لما يبقى النت ضعيف شويه عندي. نعيد من الاول فين؟ لحد المدير؟ طيب ماشي. احنا ما اتكلمناش كتير. انا دلوقتي بقول ان احنا ان جه صاحب الشركه بيقول ان السعر ده 20 كتير. ما ينفعش. لو بعت ال 20 مش هبيع. ليه؟ لان كل المنافسين بتوعي بيبيعوا 17. المدير بيحب يزود الارباح فبيلعب في الحته دي بقى. ان هو ايه؟ ان هو مثلا تقريبا الفتره بتاعته ثابته، فبيبدا ينتج كتير ويبيع كتير علشان ايه؟ يحارب زياده. يعني احنا شفنا في نفس الحاله بتاعتنا مره لما بعنا ب 1500 واحده حققنا 500 ربح. لما بعنا 2400 واحده حققنا 6800، مع افتراض ان مدير الكرسي ثابته ما بتتغيرش. لكن طبعا يعني في الوقت العملي زي ما قلنا هي بتتغير، بتتغير في تكاليف توزيع وتكاليف بيعيه وتكاليف دعايه والحاجات دي كلها بتتغير مع تغير طبعا البيع، يعني مرتبطه بالبيع يعني. دلوقتي احنا بنتكلم في حته ايه؟ خلاص ان صاحب الشركه بيقول لك ما ينفعش ابيع 20، انت دلوقتي حاجه له سعر 20 بناء على تكلفتك اللي هي 13، التكلفه الصناعيه طبعا اللي هو سعرها 13، اللي هي تكلفه فتره مثلا على الفتره هتكلف مثلا 4 وشويه، يعني اجمالي التكلفه بتاعتك 17 وشويه. فقلت له لا ده انا 20، فقال لك لا 20 لا، الناس كلها بتبيع ب 18، عايز ابيع ب 18 برضه. قال لك لا لسه. ايه بقى الاقتراحات اللي انت كمحاسب تكاليف ممكن تقترحها عليه عشان يقلل التكاليف بتاعته؟ حد عنده فكره؟ هنا بقى اداره التكاليف هتخش بقى. هنا بقى الكوست مانجمنت او اداره التكاليف هتخش. يعني انت هنا دلوقتي بقى ايه بتدير بقى التكاليف بتاعتك؟ ازاي تقلل التكاليف بتاعتك التكلفه اللي هي حصلت؟ ايه الحاجه اللي ممكن نزود مهاره العمال؟ يعني ايه نزود مهاره؟ مثلا العامل بدل ما بينتج الواحده في ساعه ينتجها في نص ساعه؟ ماشي فكره كويسه دي. نعمل تدريبات للعمال بحيث ان ايه يزودوا شغلهم شويه. دي فكره. ايه الافكار الثانيه؟ الاوفر تايم؟ لا ما انت ماشي اوفر تايم يعني برضه انا عايزك تديني برضه معلومه، مش فاهم برضه اوفر تايم يعني، انا عايزك تديني معلومه كامله زي حته نزود كفاءه العمال كده. نعمل ايه؟ استنى كده تاني ما شفتهاش، واحده واحده. نعمل ايه؟ نعمل عدد العمال ونزود الانتاج الالاف في الساعه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ايه نقلل عدد العمال ونزود الانتاج الالاف في الساعه؟ ده لما تقلل عدد العمال يبقى الانتاج هيقل يا استاذ صبري. لا انت لما تقلل عدد العمال دي العمال تكاليف متغيره يا استاذ صبري. يعني ايه تكاليف متغيره؟ يعني مرتبطه بلزقه وتكاليف مباشره، لازقه كده في المنتج، المنتج زاد هي معاه قل هي معاه. ما ينفعش مش تزود مهارتكم، تزود مهارتكم يعني ايه؟ يعني تخلي لما تتكلم في ساعه تاخد نص ساعه.
يبقى الانتاج بتاعها يتضاعف. معنى الانتاج بتاعك يتضاعف عند نفس التكلفه اللي هي ايه؟ اللي هي 200 جنيه بالعامل. العامل تكلفته واحده للساعه. الاول طبعا احنا عارفين تكلفه العامل قد ايه للساعه؟ تكلفه العامل للساعه 5 جنيه، ازاي جوه 5 جنيه؟ ما هو نطلع كده نشوف الحته دي علشان برضه الناس تفهم. احنا قلنا دلوقتي ان من المتر ب 3 جنيه. من المتر الواحد الواحده الواحده تحتاج 1 متر. وقلنا الدايركت ليبر بيشتغل 8 ساعات من الواحده الواحده بتحتاج ايه؟ تحتاج ساعه، صح؟ طيب لو احنا بقى طبعا برضه كتبنا هنا خلاص ايه؟ لو احنا قلنا هنا تكلفه الواحده من الساعه كام؟ او من العماله كام؟ هتساوي الواحده الواحده ال 1 يونت بتساوي قد ايه؟ 5 جنيه، 5 جنيه جت منين؟ الساعه الواحده، ازاي جت 5 جنيه دي؟ العامل رد بقى 200 1200 لو اشتغل 8 ساعات او بيشتغل 240 ساعه، ال 1200 على 240 ساعه يطلع لي الساعه تكلفتها 5. سيبوها كده هتلاقيها 5. يبقى اذا الوحده الواحده بتكلفنا قد ايه؟ برضه عايزين نحلل دي برضه. خلينا مثلا ايه؟ تكلفه متغيره تكلفه ساعه. فالفاريبل مثلا الوحده الواحده بكام؟ 1 يونت تساوي مثلا 6000 على 2400، 6000 على 2400 يديني كام؟ 2400 يديني 2.5، 2.5 مظبوط، 2.5 من ايه؟ دير فاريبل كوست او دير انتر هيد، خلاص؟ يبقى الفاريبل اوفر هيد الواحده الواحده بتاخد منها 2.5، تاخد منها 2.5 تكلفه، لان هم 6000 اجمالي التكاليف المتغيره بتاعتي 6000 وهم 2400 واحد انتجناهم. يبقى اذا الواحده الواحده نصيبها من البلد الكوست كانت 2.5. طب نصيبها دي من فيكسد خلاص؟ نصيبها من فيكسد برضه 2.5. تمام؟ لو احنا جمعنا دول هتلاقيهم كلهم كام؟ هتلاقيهم مجموعهم 13 ازاي؟ متر او الواحده بتحتاج متر والمتر بكام؟ 3 جنيه 3 زائد 5 زائد 2.5 زائد 2 كام؟ هيطلع لك 13 10 2.5 2.5 5 و5 10 و3 13 هم 13 عمر مظبوط. بس احنا هنا فسرناهم بالوحده فسرناهم بالوحده ازاي؟ قسمنا قسمنا طبعا المتر 3 جنيه خلاص دي سهله الواحده تحتاج 1 متر 3 جنيه دي سهله. طب جبنا منين التكلفه من العماله المباشره؟ قلنا ان العامل بيشتغل ب 1000 جنيه اللي بيشتغل 42 ساعة في الشهر 8 ساعات في اليوم 8 في 3 ب 30 ب 42 يعني بيشتغل 42 ساعة في الايه؟ في الشهر. يبقى 1200 جنيه على 240 ساعة يبقى تكلفة الساعة الواحدة كام؟ 5 جنيه. والواحدة الواحدة بتحتاج ساعة يبقى تكلفة الواحدة الواحدة من العمالة المباشرة مظبوط؟ يبقى قالوا مين؟ يبقى قالوا الفاريبل اوفر هيد 6000 فاريبل الاوفر بلاك فاريبل و6000 فيكس. الفاريبل هتتوزع على ال 2400 اللي احنا قلناهم يطلع لنا مصير الواحده الواحده كام؟ 2.5 الواحده الواحده اهو 2.5 مليون من الفرق الاوفر هيد ومن الفيكس نفس الكلام مجموعهم كام؟ 13 اللي هم تكلفه الواحده الايه؟ النهائيه اللي احنا اتكلمنا عليها. انا عمال بشاور من ساعتها من غير ما اعمل السهم مش عارف انت شفته ازاي. يبقى 1 متر زي ما قلنا والساعه ب 5 جنيه والفرق الاوفر هيد من ايه؟ للواحده والفيكس 2.5 دلوقتي. يبقى المليون 13، انت معايا ولا مين؟ تمام. كله تمام ولا في حد معايا؟ طيب تمام. انا دلوقتي بقى خدت اقتراح واحد منكم دلوقتي، اللي هو ايه الاقتراح؟ اللي هو ممكن ان احنا نزود مهاره العمال بحيث ان ايه؟ ان بدل العامل ما ينتج لي واحده واحده في الساعه ينتج لي وحدتين. يعني الواحده تاخد معاه نص ساعه. فبالتالي تكلفة الوحدة من العمالة المباشرة هتبقى كام؟ هتبقى بدل 5 هتبقى 2.5 هتقسم على 2 صح ولا لأ؟ لأن دلوقتي تكلفة الساعة 5 والساعة الواحدة بتعمل لي وحدتين يبقى الوحدة الواحدة هتتكلف قد إيه من العمالة المباشرة؟ هتتكلف 2.5 يبقى إذا التكلفة بتاعتي كلها بدل 13.5 هتبقى 10.5 يعني في 2.5 نقصوا نتيجة إن العمال زادت مهارتهم وزادت المهارة دي خلت بدل ما ينتج واحدة واحدة في الساعة بقى ينتج وحدتين
بدل بعيد يجيب واحد تاني، يبقى تكلفة العمالة المباشرة بإيه؟ اتغيرت. بدل خمسة بقت كام؟ 2.5 للساعة. طيب إيه الاقتراح التاني اللي ممكن تتعمل بقى؟ حد عنده اقتراح تاني ولا لأ؟ بس الاقتراح ده صعب شوية. ليه صعب شوية؟ لأن أنت ممكن العمالة بتاعتك تبقى إيه؟ تبقى دي أقصى حاجة عندهم. يعني احنا ما قلناش ان فيها هلال دلوقتي، لا احنا ما بنلاقيش سنه الاهداف، احنا ما قلناش ان هي هدف من الجمال دلوقتي، لا تكلفه الفتره مش تعالى خالص، تكلفه الفتره دي كده كده هنتحملها. انا دلوقتي عايز اقلل تكاليف التصميم، يعني هي دي اللي اقدر العب فيها، هي دي التكاليف اللي اقدر اتحكم فيها، هي دي اللي انا اقدر اديرها. انا بعمل اداره دلوقتي، انا بعمل مانجمنت للكورس دلوقتي، انا بعمل لها اداره بحيث ان انا اوصلها للتكلفه اللي انا عايزها او صاحب الشركه عايزها. انا بقترح عليه، لا بقترح عليه، انا هقترح عليه ازاي؟ هو ده الفكر. ليه اقترح عليه؟ دي حاجه دلوقتي ممكن نعملها حلوه قوي، اللي هو ايه؟ نقلل المخزون فنقلل تكلفه اقتناء المخزون. ماشي، دي حته بتاعت جاست ان تايم، يعني معناها ان انت ما تحتفظش بالمخزون تدخله على الانتاج على طول، بس كده كده انت لازم تعرف يا معلم ان تكلفه المخزون اللي داخله التكلفه التصنيعيه برضه. بس دي فكره حلوه برضه، حته ان انت تدخل المخزون على طول في الانتاج بدون ان انت تخزنه، فدي تكاليف الفتره تكاليف الفتره بقى في الحته دي، الدنيا بتوصل في الحاله دي هتقل من ايه؟ لان انت تكاليف المخزن عندك مش هتكون موجوده. فكره كويسه. ايوه الله يفتح عليك يا استاذ احمد، ممكن نخلي الخامات بتاعتنا بدل ما احنا شغالين بخامات تكلفتها عاليه نعملها شويه، نعمل يبقى كده العب في الجوده. بس افرض صاحب الشركه قال لك اوعى تمثلي الجوده، الفابريكس تبقى زي ما هي، القماش زي ما هو، عايزه ايه؟ قطن 100% بس. ما تلعبليش في الايه؟ في الماتيريال، ما تلعبليش في الخامات، عشان انت جيت بقى هتعمل ايه بقى ساعتها؟ ممكن في حل تاني حلو قوي، محدش قاله خالص. ان انا ممكن ان انا او اهلاك افضل. ممكن حلوه دي، بس انت بقى محتاج القديم وتزود الجديد، ماشي كويسه دي، بس انا عايز حالات ما تخليش الراجل يسأل، بس انت كده هتخليه يصرف، هتخليه يبقى يشتري اعلانات الكلام ده كله، هو راجل يعني ايه عايز على نفس الشغل ده، بس فكره حلوه ان انت ممكن تجيب اعلانات جديده. ممكن تجيب اعلانات جديده، ما انت برضه ايه حته اتخاذ القرار ده بتعتمد على الايه؟ الوضع الحالي بتاعك، يعني هو مثلا يعني معاه فلوس كبير، يعني احنا ممكن نقول مثلا فكره حلوه، ممكن نقول ايه؟ انه ممكن يزود شراء المخزون بتاعه. يعني بدل ما هو بس اللي يشتري 9000 متر، لا يشتري 20000 متر. والايه؟ والمورد يدينا خصم. يدينا خصم نتيجة ان احنا اشترينا كتير. بس دي هتتوفر، هل معاه سيولة ولا لا؟ يعني انا اساله بقى مثلا، انت معاك سيولة تشتري مثلا مواد خام كتير ولا لا؟ لو معاه سيولة هيبدأ يقول لك ايه؟ طب ماشي، لو احنا اشترينا 20000 متر هناخد خصم مثلا 10%، يبقى ايه؟ مثلا ما شفتهاش والله معلش. بس انا شفت ان احنا نعرف ده، ان احنا نعمل المخزون وندخل المخزون على الايه؟ على الانتاج على طول، لكن ما شفتش الحته دي، لو قلتها برافو عليك. الحته دي حلوه، اللي هي ايه؟ انا ممكن اشتري كتير واخد خاص، بس لو عندي سيوله وعندي مكان اخزن فيه برضه، يعني تعتمد على هل معايا مكان اخزن فيه ولا لا؟ لا ما انا مش مدخلناش ده انت بره، دي مش سكه، لا احنا دلوقتي شغالين بابسط الامور يعني. دي حاجات تانيه دي لازم انت ما تخليناش نوط، يعني بنتكلم عن ظروف حاليه، حاليه دلوقتي كاش زياده يشتري ماتيريال زياده شويه ويزود انتاجه، مش يعني مش يزود انتاجه، هو هيزود الماتيريال وياخد خصم، ياخد خصم، الخصم ده هيقلل اكيد تكلفه الماتيريال بتاعه. دي فكره حلوه، بس دي بتعتمد على انه معاه كاش، معاه سيوله ولا لا، وفي نفس الوقت هل المخزن ايه يستحمل ان انت تحط فيه تكاليف زياده ولا لا. في فكره ثانيه بقى حلوه قوي، هنعمل ايه يعني؟ نصغر التيشيرت يعني، ولا هنعمل ايه؟ هو المتر اللي ينتج التيشيرت هنعمل ايه فيه؟ هتصغره مثلا؟ لا، هي في بقى فكره حلوه جدا هقول لكم عليها برضه، جميله جدا. بس احنا بقى عايزين ايه؟ نفتح صفحه جديده علشان البتاع الصفحه دي اتملت قوي، مش هنعرف نكتب فيها. بس لو ينفع ناخد حاجه كوبي، انا عايز اخد المعلومات دي كوبي بس. ينفع. مثلا نطلع صفحه جديده نحط فيها نفس الكلام كله. ايه دلوقتي؟ انا بس هقول الحته الزياده دي مش
يا جماعة أنا عايز أسأل حتة زيادة وخلاص على قوي. حتة زيادة بس بسيطة قوي، حتة زيادة قليلة قوي. هقولها لكم وخلاص على كده. أيوه هي دي الأفكار، أيوه. وهو أنا بقى يعني إن شاء الله في الكورس ده أنا هعودكم على الأفكار. هي دي الفكرة. إن أنت إزاي تبارك. هي دي. ما أنت بقى إيه مش شغلتك إنك تحسب تكاليف وبس. لازم تبدأ تشغل دماغك إزاي إنك أنت تتحكم في التكاليف. تتحكم فيها بحيث ان انت توصلها للدرجه اللي تكسب الشركه اكبر مكاسب ممكنه. كده انت تبقى محاسب تكاليف بريم. كده تبقى انت كده جبت الحاجه اللي عايزينها. انما بقى انت عمال بتحسبوه التكاليف وخلاص 13، يقول لك طب 13 بكتير، يقول له هي كده عامل لك ايه؟ هي 13، هي انا حسبتها طلعت 13 عامل لها ايه؟ فانت كده خلاص بقى، انت كده بقى يعني معلش يعني محاسب تكاليف، ما انت كده عمال بتقيس بس، انت عمال بتحسب بس، انت كده زي اي حد تاني. ان هو بقى محاسب التكاليف الشاطر اللي بيعرف يدير بقى، وهو الكورس بتاعنا هو الاداره. اداره يعني ايه؟ يعني ان انا اتحكم فيه. ازاي ان انا اتحكم في التكاليف؟ امشيها زي ما انا عايز، اوصلها للحاجه اللي انا عايزها. هي دي الفكره. عشان كده الافكار حلوه، الافكار جميله. دلوقتي في فكره حلوه قوي يعني ايه ممكن اقولها لكم. يعني دلوقتي انا عندي فيكسد كوست تكاليف ثابته، ودي انا قلت لكم قبل كده ان هي ثابته من التوتال، لكن متغيره في الايه؟ في الانتاج. متغيره في الانتاج يعني ايه؟ يعني كل ما هنتج زياده هقسم على عدد وحدات زياده، فبالتالي تكلفتي بتاعتي هتقل. تكلفه الوحده هتقل مع الايه؟ مع الزياده. وانا راجل شغالهم 8 ساعات، طب شغالهم 10. في واحد قال لي اوفر تايم، بس ما قاليش نعمل ايه في الاوفر تايم. يعني ما قاليش نعمل ايه الاوفر تايم ده هينتج عنه ايه. كنت مستني منه يقول لي هينتج عنه ايه، ما قاليش. يعني كنت مستني بس يقول لي ايه التكاليف الثابته هتقل، يبقى كده هو صح. لكن هو ما قاليش حاجه. واحد قال لي اوفر تايم، مش عارف مين، مش فاكر الاوفر تايم. ان انت هتزود ساعات العمل، بس هتزود ساعات العمل طيب تمام، بس ما قلتليش بقى ان البيكس كوست هتقل. ما هو دلوقتي هنفترض مثلا ان احنا بدل ما بنيجي 2400 واحده، خلينا ننزل الحاج بدل ما تشتغل 8 ساعات خليها تشتغل بس 10 ساعات كمان. يعني بدل ما نشتغل 8 خليها بيشتغلوا كمان 10 اهو. حلو؟ اذا ممكن تجي لي كام واحده في اليوم؟ خلاص على نفس الفروق، على نفس الفروق بتاعتنا. الواحده بتحتاج ساعه. يبقى بدل العامل اللي بينتج لي 8 وحدات في اليوم هينتج لي 10 وحدات. 10 وحدات في 30 يعني 300 ايه وحده في العامل الواحد في الشهر. وهم 10 عمال يبقى 3000 وحده. 3000 وحده هينتجهم لو انا اشتغلت 10 ساعات. مظبوط ولا لا؟ لا ده هيزيد، الانتاج هيزيد برضه. الانتاج هيزيد. ما انت اشتغلت 10 ساعات اهو بقى، يبقى الانتاج بتاعك هيزيد. بدل العامل اللي بينتج 8 وحدات في اليوم هينتج 10 وحدات. اصبر بس عليا، اصبر عليا هعملها لك دلوقتي. ده انت كنت شغال كويس، انت اتحسبت انت كمان ولا ايه؟ انت كنت ماشي كويس. 10 ساعات يبقى 10 وحدات، 10 وحدات واحد في اليوم هم 10 عمال، يبقى زي ما قلنا هيبقى 3000 وحده في اليوم في الشهر. بدل ما كنت بنتج 2400 هنتج كام؟ 3000. ليه؟ لان انا زودت ساعتين لكل واحد. صح ولا لا؟ تمام كده؟ هنلاقي بقى ايه تكلفة التكلفة المتغيرة؟ ايوه التكلفة المتغيرة الواحدة ثابتة مش هتتغير. المتر فعلا 3000 جنيه، الواحدة هتحتاج مني 3 جنيه، والتيشيرت بيحتاج ساعة، والساعة ب 5 جنيه للعامل لأنه بيشتغل. طبعا هنا الراتب بتاعه هيزيد طبعا، بدل ما بياخد 1200 على أساس إنه بياخد 5 جنيه في الساعة، دلوقتي هاخد كام؟ هاخد 1500. ليه 1500؟ لأن الساعة الواحدة بياخد عليها 5 جنيه، وهو هيشتغل 10 ساعات، 10 ساعات في اليوم، يبقى في الشهر هاخد 1500 جنيه. هزود، وطبعا لو في اوفر تايم يبقى أكيد ال 1500 دول هيزيدوا أكتر. ماشي؟ يعني مش مشكلة، يعني التكلفة المتغيرة دي ممكن تزيد شوية بس مش زيادة قوي. مش موضوعنا. المهم دلوقتي إن أنا التكلفة الواحدة المتغيرة للعمالة المباشرة وللمواد المباشرة ثابتة. ثابتة. 3 جنيه للوحدة، 3 جنيه للساعة. يبقى لي بقى مين؟ يبقى لي برضه 6000 دول هيتغيروا برضه، لأن أنا كل ما الإنتاج يزيد المرن الأوفر هيد هيزيد. فبالتالي ال 200 وظيفة برضه هتبقى ثابتين للوحدة.
مين بقى اللي هيتغير؟ دول اللي هم الفيكس كوست. خلاص، فبدل ما بنتج 6000 على 2400 بعد 2 ونص من الواحده فيكس كوست، لا دلوقتي هقسم 6000 على 3000 او 3000 واحد، يطلع لي 2 بس، 2 بس من الواحده. خلاص، يبقى انا دلوقتي بقى ايه؟ تي ام ال دي هتبقى 2 بس لما انتج 3000 واحده، دي هتبقى 2، يبقى التكلفه بتاعتك قلت ايه؟ قلت بمقدار نص، زودت ساعتين بس، بمجرد ان انا زودت ساعتين بس ايه اللي حصل؟ التكلفه الثابته قلت معايا من 2 ونص ل 2، لكن المتغير هتفضل زي ما هي، 2 ونص هتفضل زي ما هي، لان انا قلت ان التكلفه المتغيره نوع 2 ونص زي ما هي، 5 زي ما هي، 3 زي ما هي. خلاص، فدي فكره حلوه، فكره ان انت تستغل كل الطاقه الانتاجيه بتاعتك اللي هي زي ما بيقولوا عليها، مش احنا قلنا حاجه اسمها اسمها ايه؟ الريليفنت رينج. الريليفنت رينج ده اللي هو مستوى النشاط بتاعي. فيكس كوست دي ثابته عند ايه؟ اقصى ريليفنت رينج. طب انا الريليفنت رينج بتاعي اقصى حاجه عندي ايه؟ حد يقول لي كده اقصى عدد ساعات يمكنه ممكن استغلها خلال الريليفنت رينج اللي هو 6000 ده، 6000 فيكس كوست ده، ايه اقصى عدد ساعات ممكن ان انا استخدمه خلال الشهر؟ والست دول هتجيبهم زي ما هم ست. حد عنده فكره؟ كم ساعه للعامل؟ كم ساعه للعامل الواحد في اليوم؟ كم ساعه للعامل الواحد في اليوم؟ ده اقصى حاجه ممكن اعملها. اللي اشتغل كام؟ اشتغل 24 ساعه في اليوم. اشغل ورديات بقى، يعني مثلا اشغل 3 ورديات، فانا كده استخدمت كل الساعات اللي متاحه بالنسبه لي، ساعات التشغيل. بدل ما انا شغال 8 ساعات بس في اليوم، اشتغل 24 ساعه. ال 24 ساعه دول الساعه 6 ثابته فيهم، مش هتتغير. 6000 دول هتجيبهم بقى 3000 في ال 24 ساعه. بس ايه اللي هيحصل؟ الانتاج هيزيد. لما الانتاج هيزيد يبقى التكلفه الثابته للواحده ايه؟ هتقل. يعني انا لو اشتغلت مثلا 24 ساعه، المنتجين بقى ايه بقى؟ ما هو تخيل زي ما انت عايز. المهم ان انت في الاخر تكلفتك قلت. المهم في الاخر ان تكلفه التصنيع بتاعتك قلت. اشتغل بقى. ما انت يعني انت حتى انت كل حكايه انك هتعمل ايه؟ هتجيب عمال زياده، هتجيب رواتب زياده، التكلفه اللي بتغلى معاك طبعا هتزيد، بس ايه؟ هتزيد بنفس القيمه، يعني مش هتتغير نقط. ال5 جنيه الساعه هتفضل زي ما هي. هتجيب عمال زياده تديهم نفس الراتب، والماتيريال بتاعتك زي ما هي. ده الماتيريال انك انت بقى هتحقق الايه؟ الحاجه اللي احنا كنا عايزينها، ان احنا نشتري مواد كتير. فكونك انك تشتري كتير هتاخد خاصه، فالماتيريال بتاعتك هتقل سعرها. يبقى انت يعني منها ان انت قللت تكلفه المواد الخام، وفي نفس الوقت قللت التكلفه الثابته بالواحده، لانك انت هتنتج انتاج كتير، هتقسم التكلفه الثابته على الانتاج الكتير، يطلع لك تكلفه واحده ايه؟ اقل من عينك. فدي ايه؟ طرق من طرق ادارتك. في حاجات كتير قوي، في افكار كتير قوي. ماشي؟ يعني انت تفكر هتلاقي افكار كتير قوي. التكلفه بتاعتك كل ما فهمتها كل ما تقدر تلعب فيها كويس. قدرت تلعب فيها كويس قوي، وعرفت ايه؟ تكسبها صح.